كان الكلام وبرنامجنا دايما ما يحلاش، وجماله الكبير هو في المكالمات الهاتفيه. ونستقبلوا معنا اليوم ما هو المكالمه الهاتفيه، نقولوا الو صباح الخير. الو الو صباح الخير. نعم انقطعت المكالمة ولكن عارفين انه يوم الخميس الخطوط مفتوحة لكم يا ناس يا طيبين مشيخ الخطوط، حتى الصفحات قناة نعم. شروق تي في على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلوا مع المنشورات ديالنا والفيديوهات تاع كل الفقرات اللي دائما ما نحبوا نشاركوها معكم ومع الناس اللي ربما تضيع فقرات في المباشر وتحب تعود تشوفها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي. ومعنا مكالمة اخرى، قولوا الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح الخير. الو الو صباح الخير. ما كاينش مكالمه، معليش. نعم ما تهضري مكالماتكم اليوم على بالنا بلي الضغط راه شويه عالي على الخطوط نتاعنا الهاتفيه، لانه في استشارات قانونيه، استشارات اسريه، مفهوم يعني، ولكنه مازال ما جا وقتها. يلا صباح الخير. لا نظن ان المكالمه انقطعت يا ليس طيبين لما تحاولوا تتصلوا بنا في صباح الشروق، ضمنوا ان تكون عندكم تغطيه تاع الهاتف تاعكم مليحه حتى نقدروا نسمعوكم مليح، واسمعونا دائما من الهاتف رجاء، نخلوكم من التلفاز، ديروا هذيك الصوت يعني اكتموه كامل. نعم. وشاهدونا فقط واتصلوا بنا وتكلموا معنا عبر الهاتف. نعم. اذا المشاهدين الكرام نعاود نذكركم بالمواضيع اللي الحين نتناولوها معكم يلا. اليوم دونك الحين قبل ذلك نستقبل مكالمة هاتفية. صباح الخير. صباح الخير. نعم رضا خصتو قهوة. لا الخطوط الهاتف اللي خصتها قهوة، رضا خاطئة. صباح الخير. معليش معليش، على كل حال راح نستقبلوا مكالماتكم في هذا الصباح، ولكن نعم. نذكروا بالمواضيع زهرة تفضلي. نعم اكيد حبيت نذكرهم ان المواضيع اللي تاعنا اليوم راح تكون استشارات اسريه، استشارات قانونيه، غلاء المعيشه، كيفاش راكم تتعاملوا، كيفاش راكم تديروا، هذو كل ماذا بينا نسمعوهم في مكالماتكم، نسمعوا ارائكم في هذا المواضيع. مشاهدينا الكرام دون اطاله نروحوا معاكم في بعض الحركات الرياضيه، اذا الرياضه للجميع مع كوتش منير بوشاوي. يلا صباح الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الفقرة الرياضية مع الكوتش منير بوشاوي، دائما في صباح الشروق، دائما متواجدين في قاعة سترونغ بودي بسيدي يحيى. اليوم راح ندبت لكم توجور ان بروغرام سبيسيال اللي نخدمه توجور بلابار هذه اللي عندنا في لاصال، ولا بلو باطون ولا الموشابالي اللي عندكم انتم في الدار، ليسونسيال تحققوا اداه كيما هذه، كاع على بالي بلي كاع عندكم موشابالي في الدار تقدروا تخدموا بها. اليوم التمارين راح نخدموهم راح نركزوا على الجهة السفلية تاع الجسم تاعنا، يعني راح نخدموا تقوية عضلات تاع الجهة السفلية تاع الجسم تاعنا، راح نخدموا لي جومب بلو باطون هدايا. دائما كيما نقول لكم شنو دائما لازم نديروا شوية تسخينات تاع العضلات اللي راح نخدموا عليهم، ومن بعد باش ندخلوا في البرنامج ديالنا. راح نبداو لهنا بالعقل لا مارش سور بلاس مدة 20 ثانية، كنحس روحي آلاز نسي نزيد نطلع شوية لي جومب لي جونو تاعي ولا لي جومب نسي نطلع على مستوى البطن ديالي، إليفاسيون تاع لي جونو، نكمل 20 ثانية نسي نخدم شوية لهنا لي طالون فاس، نخدم دو بروفيل هنا باش تشوفوني كيف كيف، نحسب نفس الشيء نحسب 30 ثانية، كي نكمل 30 ثانية راح نخدمو دومي سكوات لهنا كيف كيف باش نسيو نوجدو العضلة تاع الأرجل، نوجدو المفاصل دائما كما قلنا باش نيفيتيو الإصابات. نهبط دمي سكوات يعني ما نهبطش كومبليتمون، هنا يعني نهبط نصف ونعاود نطلع، نكمل نسي نحسب 20 خطره نزيدو 20 خطره فونت دروات غوش، نسي نحسب 10 يمين 10 يسار، هادو ما راح نحسبوهم ولا اليوم نعدوهم كتمارين تاع تسخينات. نفس الشيء نحسب 10 يمين 10 يسار، نزيد نسي ندير ليكستونسيون تاع لي مولي تاعي هنا، نسي نهبط بلي طالون للاسفل ونطبه بالاصابع تاعي للاعلى. نفس الشيء نحسب 20 خطره، كي نكملوا 20 دوكا راح ندخلوا في البرنامج تاعنا كما قلنا اللي هو راح يكون الاداه تاعي هذه اللي راح تساعدني في البرنامج تاعي تاع اليوم. الو
هذه راح نديرها كركيزه يعني الحاجه ولا الادات اللي راح نشد فيها. كيما نقدر نشد فيها هذه كيما نقدر نشد في الحيط، يعني تبعوا معايا بوك التمرين. نسي نحط لو باطون ديالي ولا لابار في الوسط تاع الجسم تاعي، نسي نطلع الرجل اليمنى على الارض راح تكون ديكولي، ونسي ندير لي ليفاسيون لاتيرال تاع لا جوم ديالي، نسي نطلع ماكسيموم واش نقدر ونعاود نولي، نطلع الرجل اليمنى ماكسيموم واش نقدر ونعاود نولي. يا دو بريفيرونس ما نحطش لا جوم تاعي كي نولي، من الناس اللي ما يقدرش عادي كي نولي نحط لا جوم هنا، سينو ما نحطهاش. راح نحسب 20 خطرة، كي نكملوا 20 طبيعة الحال واش لازم نخدموا الجهة اليسرى نفس التمرين. نزيد نعاود نبوزيسيوني بيان لو باطون ديالي ونعاود نولي للرجل اليسرى. هذه الأداة اللي دارها باش نحكم عليها بيان وباش نحكم ليكيليبر ديالي، يعني كيما نقدر نشد في هذه كيما نقدر نخدم نفس التمرين كيما قلنا نشد في الحيط ونخدم نحسب 20 خطرة. نسي نحافظ على التوازن تاعي بالأداة كيما قلنا هذه، والناس اللي ما تقدرش ماشي لازم ما نحطش رجلي، نقدر نحط رجلي باش نحكم شوية ليكيليبر نعاود نطلع، وماشي لازم نطلع بزاف، يعني كل واحد والمقدور تاعو كل واحد المستوى تاعو. كيما كاين اللي يقدر يطلع بزاف كيما تقدر شويه لهنا برك راح تقدر تخدم التمرين، ماشي لازم نطلع بزاف برك. نكمل لازم 20 خطره. نروحوا للتمرين الثاني اللي هو بازيك وسهل وكاع تعرفوه اللي هو السكوات. مي دائما كيما قلنا نسيب الاداه هذه باش نسي نهبط ماكسيموم في السكوات تاعي ونحكم الاكيليبر وما نبونشيش روحي للقدام. علاش راح نستعملوا الاداه هذه؟ باش ما نميلش بزاف، لانه التمرين هذا تاع السكوات اغلب الناس يخدموا خطا انهم شنو يبونشي روحو بزاف للامام. هاذو نحكم هنا ونسي نهبط ماكسيموم هنا واش نقدر ونعاود نطلع. دائما نسي نركز على الاداة اللي هي المساعدة تاعي، نسي نهبط ماكسيموم ونعاود نطلع، ماكسيموم هنا ونعاود نطلع. هنا كيما قلنا درنا لو باطون هذا باش نسي ما نعوجش ضهري ونسي نخدم التمرين صحيح. نفس الشيء نحسب عفوا 20 خطرة. عندي العضله المساعده ثاني كنسي نزيرو ماكسيموم عضله البطن تاعي، لانه راح تخدم في اي تمرين نخدموه عضله البطن تاعنا راح تساعدنا. كي نكمل 20 نديرو لا ريكوبيراسيون تاعنا تكون 30 ثانيه فتره الراحه، ومن بعد نعاودو نونشينيو دوزيام سيري اللي يكون فيها نفس الشيء 20 خطره ومن بعد 30 ثانيه راحه حتى نكملو اربع مجموعات. يبقى لنا التمرين الاخير اللي هو نديرو ليكستونسيون. كيفاش؟ نسي نفس الشيء لو بالون تاعي قدامي نركز عليه بيان، ونسي نطبع الرجل تاعي للاعلى، يعني هنا خدمت دو بروفيل ولا للخلف عفوا، هنا نخدم دو بروفيل باش تشوفوا التمرين تاعي كيفاش راح يكون. هنايا نسي نطلع ماكسيموم لا جون تاعي للاعلى ولا للخلف ونعاود نولي. نحسب 3 4 5 6 7 8 9 10. ليكيب ولا كيما نقدروا نديروا 10 كيما نقدروا نديروا 20، نتوما لازم تكملوا 20 خطره في كل رجل. نزيدوا نروحوا رجل ثانيه، انا نخدم 10 برك لانه الوقت ما عندناش بزاف. نتوما لازم تديروا 20 لانه خلاص نتوما راكم وليتوا يعني متمكنين من التمارين اللي نديروهم، الناس اللي راهم مواظبين معنا راهو خلاص. هنايا نسي توجور نسي ندير ان طون داري ونعاود نولي بالعقل. هذا كان اخر تمرين. نفس الشيء كما قلنا البرنامج تاعنا فيه اربع مجموعات تاع 20 خطره في كل رجل و30 ثانيه راحه. كانت هذه اخر حركه. قبل ما نكملوا دائما واش لازمنا؟ لازمنا التمديدات، نسيو ما نستغناوش عليهم خاصه العضلات اللي كنا نخدموا فيها. نبدل نسي نكسر لي دو جونب لهنايا، نهبط بالعقل كي نلحق للحد تاعي نسي نحاول اني نريزيستي 30 سكوند. نروح هنا بالعقل يمين يسار، نطلع بالعقل. مشاهدينا الكرام شكرا على المتابعه، وان شاء الله تكونوا تبعتوا معنا، وان شاء الله تكونوا مارسوا التمارين هذه اللي رانا نديروا فيهم. لما مارسوهمش دوكا تقدروا تمارسوهم
ومن بعد تلقاهم على الصفحه الخاصه بصفحه الشروق عفوا ولا الصفحه الخاصه بي هي بوشاوي موني. الى ذلك الحين شنو نقول لكم؟ بقاو على خير، تهلاو في رواحتكم، سلام. عاود لكم مشاهدينا الكرام بهذا النشاط الرياضي. انا تنشطت بخصوصا كي نشوف منير بوشاوي يجيني النشاط. زهره كي تشوف الناس يديروا سبور كوا كانه هي دارت سبور. يلا نستقبل المكالمه في هذا الصباح. صباح الخير، مرحبا. صباح الخير. الو 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 يا الو صباح الخير. يا اهلا. يا صباح الخير. معليش انقطعت المكالمة. مازال المكالمة؟ صباح الخير، أكيد تسمعي فينا سيدتي؟ أهلا صباح الخير. أهلا بك، الحمد لله. لاباس؟ أهلا صباح الخير. صباح النور، أكيد تسمعي فينا سيدتي؟ واش راكم لاباس؟ والله الحمد لله، سمعينا من الهاتف رجاء حتى نتكلموا مليح. أنا نسمع فيك من الهاتف. ممتاز. مرحبا بك. أهلا صباح الخير. نعم؟ الو صباح الخير. صباح الخير سيدتي، نقصي للتلفاز ديالك رجاء، هادوك تنوصي. واش راكم لاباس اخ صلاح؟ صباح الخير اخ صلاح. نعم ولكن نقصي للتلفاز ديالك، سمعينا من الهاتف. انا غير نقصلو. هاي نعم. ممتاز، هكذا نسمعوك مليح. واش راكم لاباس؟ لاباس الحمد لله. وانتيا؟ واش راكي زهرك مليحه؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله يعيشك. وانتيا؟ اخ صلاح لاباس. والله غير صالح راهو لاباس، خاصه لما يسمع صوتكم. عارفينها بك؟ الحمد لله. ليلى من البليده. اهلا بك وبناس البليده. البليده راهي بارده في هذه الايامات. لا الجو راه بارد. ايه تبارك لاباس. والله الحمد لله الحمد لله. مرحبا بك. شنو الاخت زهره الاخ صلاح الاخت الكريمه؟ حبيت بزاف هذه الحصه. الله يخليك، نشكرك على الاتصال ديالك والتفاعل معنا. حبيت تعجبني الحصه هذه بزاف، تعجبني قناه الشروق بصفه عامه، القنوات التواحه. شكرا لك. شكرا. الله يخليك. دمتي وفيا. سميت الحصه تاع جلال اللي فاتت ما تجوزتوهاش. نعم الحصه تاع جلال باش ما تجوزتوهاش. حصه البرنامج اللي فات مات. اه برنامج اللي فات مات. حتى نقول لك انه مؤخرا كنا قمنا بتصوير العديد من الحلقات واللي ان شاء الله تشاهدوها عن قريب عبر قناه شروق تي في في نفس التوقيت. يعطيكم الصحه، ربي يحفظكم. سلموا على الاخت ايمان، الاخ لطفي. يبلغ سبالك. شكرا نادين. يبلغ. شكرا نادين، راه معك في الاستماع ودوك راح نروحوا عليه. هيا شكرا. شكرا. شكرا لك، مع السلامه. شكرا. يلا بالحديث على نديم والمطبخ. نعم نشوفوا واش عندنا مع نديم اليوم. اذا ما كاش مكالمه اخرى من عند رئيس التحرير نروحوا مباشره عند نديم. تفضل. نروحوا خيبيا. نديم اختار، انا نجي ولا زهره؟ هو نديم يحب زهره لما تجي، لانه زهره عندها اسئله دائما في الفن تاع المطبخ، تعرف تحصي الاسئله. ولكن انا في المطبخ والله غير ما نجيش جلبانه الكاغو. غير ما نجيش، ولكن يشوف منا حلو تفطرك واقي راح نجي على جلا. مرحبا بك نديم، صباح الخير. الله يسلمك زهره. صباح الخير. صباح لاباس. صباح الحمد لله. صباح الخير. الوصفه تاعك والضجه الكبيره. تفضل مشاهد. صباح الخير كل مشاهدنا الكرام. يعيشك. نعم الوغ نديم، جلبانه اليوم هو لاكتر برينسيبال. نعم اليوم نهضروا على الجلبانه. الجلبانه كنا هضرنا عليها لا فوا باسي، بصح نعاودوا نزيدوا نذكروا خاطر فيها فوسفات كثيره كما نقولوا وفيها فوائد كثيره لازم ما نتجاهلوهاش، ورانا في لا بيريود ديالها بيان سور، لازم نبروفيتيو شويه منها. نعرفوا الجلبانه غنيه بالالياف، غنيه بالكربوهيدرات، غنيه بالفيتامين سي، فيتامين ك، فيتامين او. صافي نعرفوا تقوي المناعه، تعادل ماده الانسولين في الجسم الانسان. صافي نعرفوا كانت مليحه صحاب الريجيم، كانت مليحه صحاب السكري، صافي صحاب القلب، صافي فيها بزاف بزاف فوائد. اليوم حنقدموا الحساء تاع البواكاسي. حنا البواكاسي ما فيه قدمه صوص بلونش. وي اليوم حنقدموا صوص بلونش. لا خاطر على باش نقولوا نقدروا هذه الوصفه، خاطر حنا العائله الجزائريه البواكاسي يديروا صوص بلونش. وي عادي. اليوم حنقدموا صوص روج باش نقولوا اللي نقدروا نوظفوا صوص روج. اه تري بيان. بالخضر. نعم نروحوا قاعد حنقدموا ان كيك بالخضر، كانت ان كيك صالي. نعم مانيفيك، نحب نعم. بزاف الكيك صالي. نعم يجي بزاف بنين سيرتو كي ندخلوا داخل الخضر.
لهنا ضفنا له الجلبانه والجزر، وحنا نديروا طاجين الجلبانه حنديروه اوفور، وحنضيفوا لهنايا التحليه حنديروا نوغا، ولا حنديروا كاين اللي يعيطوا لها نوغا، بون هي عندها شكل تاع نوغا، هي يعيطوا لها كانت البجاويه ولا الحلوه المعشش. هي تجي نعم هي بنينه بزاف. كانوا يقدموها بكري في العرس وبعد كانت فقدت شويه، فقدت حنا نعاودوا نقلبوها، نعاودوا نعاودوا نرجعوها، فقدت حاجه مفقوده ما تعرفهاش. لا نقول لك ما تعرف نوكا نعرفوها كاع. لا ماشي نوكا العاديه، لا لا هذه نوكا تجي بلا بات والاخر. نعم ما تعرفهاش، تعرف غير جلبانه. هنايا ناكد لك بلي تعرف غير جلبانه. تخي بيان عادي نبداو على بركه الله. لهنا الاطباق تاعنا واش عندنا؟ عندنا لام البوكاسي تاعنا، لازم نشمخوها في الماء سخون باش نحولوا هذيك الحبوب الزائده ونحولوا هذيك النشاء اللي تكون فيه باش ما يلصقناش. نشمخوها على جانب. واش نديروا؟ نحكموا قدر لهنا، نديروا لنا حبه مليحه تاع البصل نقطعوها مكعبات ما نرحيوهاش من الاحسن. حبه تاع طماطم لهنا وزدنا لها ضفنا لها زوج سنينه تاع الثوم رحيناها. حبه تاع الجزر تكون مليحه نقطعها مكعبات. نقليو كاع الخضر تاعنا ومن بعد نزيدوا نضيفوا لهم هذاك البوكاسي. نعرفوا البوكاسي ما يشدش وقت بزاف. صافي واش نديروا؟ نقليو هذاك البصل، كي بدا يتقلى البصل تاعنا نضيفوا له البواكاسي ديالنا، نقليوه مليح، نديروا ان بوكي كارني اللي فيه كميه تاع الحشيش وشويه تاع النعناع اللي حاب يضيفوا. توابل واش عندنا؟ ملح فلفل الكحل العكري وشويه تاع راس الحانوت اللي حنقدموا شريبه العاديه. لهنا نقليو مليح الخضر تاعنا مع البقوليه تاعنا اللي حضرنا هو البواكاسي جلبنا يابسه. نقلوهم مليح ومن بعد نضيفوا لهم لهنا الماء نخلوهم حتى يطيبوا، كي يطيبوا نضيفوا لهم الحشيش وكميه تاع راس الحانوت. نعم. نروحوا الكيك صالي تاعنا، عندنا كميه تاع لهنا درنا خليط بين جلبانه، نعرفوا الجلبانه تمشي بزاف مع مع الجزر. وزرنا لهنا فورناهم، درنا سنينه تاع الثوم شويه ملح وفورناهم. نعرفوا الجلبانه الا كانت ماشي بنينه ماشي حلوه ما طيبناش نرشوها بشويه تاع السكر. كي نفوروها ولا نرشوها بشويه تاع السكر، السكر هذاك شغل يطيبها كما نقولوا حنايا ويزيد يمد لها الحلاوه هذيك باش ما تجيش صامطه. نعم. نفوروا لهنايا، نحكموا ريسيبيون واش نضيفوا فيه؟ عندنا ثلث حبه تاع البيض، لهنا عندنا زوج ملاعق تاع الزيت، لهنا درت جبن ابيض وشويه تاع الملح، نطلعوا مليح هذاك الخليط تاعنا نطلعوه بالباتر، وما نضيفوا له ست ملاعق تاع الفارينه، لازم تكون كيما لاباط تاع الكيك ولا ما تكونش خفيفه بزاف ما تكونش ثقيله. نضربوا مليح الخليط تاعنا ونضيفوا له هذيك الخضره اللي كنا حضرناها مع لهنايا 10 غرامات على ليفير، لازم نديروا لا ليفير، وعندنا هنا ثلاث حبات بيض ساشي تاع لا ليفير. لهنا نديروا هذاك الخليط تاعنا كاع، نزيدوا الكميه تاع المعدنوس، انا لهنا ضفت له خليط تاع زيتون مايس طون، هنايا اختياري اللي حب يضيفوا اللي ما يضيفوش، انا كل واحد عنده الاختيار. صح يزيد ان بون جو يزيد له الجو يبهيها في لاكولور. نعم يمد له اللون يمد له ذوق بزاف بنين. نخلطوا الخليط تاعنا ومن بعد نحكموا مولا كيك اللي يدخل الفرن، ندهنوا بالزيت وشويه تاع فارينه، ومن بعد نديروا الخليط تاعنا لازم يكون النص تاع المول ديالنا، خاطر نعرفوا الخليط تاعنا يزيد يتنفخ، ومن بعد نقدموه مع الحساء ولا مع دي جو، مام نقدموه كمقبلات كوم دي سالي يجي عادي، مام نحبوا نديروه في دي مول صغار دي كاب كيك ولا مانيفيك. نعم يجي بزاف بنين. نروحوا للطبق الرئيسي تاعنا اللي حنقدموا لهنا طاجين الجلبانه اللي حنديروه في الفرن هنايا اللي ما حبش المراقي بزاف. تعالى واش نديروا؟ شكرا. واش نديروا؟ نحكموا لافيونداشي تاعنا نقليوها مليح، انا نحب دائما نقلي لافيونداشي قبل البصل باش على باش تطلق البنادله شويه زبده باش تطلق هذاك لوغو تاعها وتطلق هذاك الماء تاعها اللي يكون فيها، ومن بعد نضيفوا لها كان حبه مليحه تاع البصل، نقليو هذاك لافيونداشي والبصل ديالنا شويه زيت شويه زبده، درنا لهم ملح فلفل الكحل، نقليوها مليح كي يتقلى لنا مليح البصل ولافيونداشي، نضيفوا لهم كانيت الجلبانه، نقليوها كانيت مليح، انا نحب نقلي ما من الخضر نحب نقليها باش تمد لنا الذوق بزاف بنين، نقليوها ومن بعد نمرقوها نخلوها طيب. كي طيب لنا الجلبانه نخلوها تشرب، ومن بعد ناخذوا ان بلا اللي يدخل الفرن نضيفوا فيه هذيك الجلبانه ديالنا، ومن بعد الفوق نضربوا البيض نديروا على حسب افراد العائله نفرشوهم من الفوق جبن مبشور وندخلهم ايديكراتينا. عجبتني هذه الحياه العسل. نو حاجه خفيفه وبنينه. اللي يحبوا جلبانه تجيب بزاف بنينه. بزاف. نستقبلوا مكالمه مع بعضنا. الو الو. الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح النور، مرحبا بك. نقص في لاتيلي ولا تخفيها؟ رسول عليك كي راكي دايره؟ لاباس الحمد لله، وانتيا؟ والله غير لاباس الحمد لله. كي راه دايروا لي دي زهره الاخر؟ لاباس الحمد لله. شيف امين
شيف نديم صباح الخير. امين. عامل لاباس عليهم؟ مرحبا ولا غير لاباس الحمد لله. عرفينا بيك صاحبه هذا الصوت اللي نشطنا. معك ام عبد الحفيظ اللي انا وانا نعيط عند لطفيه. لطفي وليدي يا لطفي وليدي ما كتقولش اليوم نكذب وانتي صالح وبنتي زهره. الله يحفظك ربي يطول في عمرك. من وينك اتصلي بينا؟ انا ام عبد الحفيظ من ولايه تيارت. الله يبارك. مرحبا بكم ناس تيارت. انا وليدي عبد الحفيظ هذا وليدي مريض. الله يشفيه ان شاء الله. بماه مريض؟ نعم. وليدي هذا يا انتي صافي 100% ومريض مسكين وشوف لو كان ما يشوفكمش يخرج على حاله. حبيبي سلم لنا بزاف عليه. راهو يشوفك راهو يشوفك دروك شوفي راهو كاين طيب عبد الحفيظ مسكين ما يحضرش مسكين. ربي يحفظه لك ان شاء الله. ربي يحفظه ان شاء الله. هاي نعم. ديري له ديري له يا عمي. زيد ندير له ها ربي يخليه. انا مريضه برك عيطت على لطفي وقدرت نداء هكا على المباشر وانا ويشوف فيا وقلت له يا وليدي لطفي قلت له انا وليدي راه مريض قلت له يا عبد الحفيظ. نعم بشفى عليه ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله. الو للاسف انقطع الاتصال سي فريمون دوماج. برك تعيطونا نقصوا برك في لا تيلي باش المكالمه تكون مليحه ويكونوا في بلاصه فيها تغطيه. اليوم شويه راهو الخط مضطرب يعني نعتذروا من المتصله وبشفى ان شاء الله على حفيد وربي يخليه لك. نعم امين يا رب. يلا مكالمة أخرى. ألو ألو صباح الخير. ألو إيه نعم صباح الخير. صباح الخير. ألو ألو نعم صباح الخير. ألو صباح الخير. أهلا أهلا تفضلي مرحبا. تفضلي راني معاك. صباح الخير وصراحي. لاباس الحمد لله وأنتيا؟ لاباس الحمد لله. معاكم الأخت فاطمة من الغردية. فاطمة من الغردية. فضيلة من غردايه. اهلا بيك فضيله مرحبا بناس غردايه. اهلا وصرعتي. لاباس الحمد لله. الحمد لله يعيشك الحمد لله. لا لا من موسى تبعين توعكم والله لا ملي نوض الصباح نتبعكم وخاصه نحبكم زهره وصالح. شكرا شكرا يعيشك. شكرا وصرعتي. لاباس والله الله رحم. الله يخليك الله يخليك. شكرا لك ربي يعلي مقامك ان شاء الله. شكرا لك يعيشك. صحة وسلامي للأخت إيمان وأخ لطفي والشاف نديم. ربي يخليك الله يسلمك. نديمة وهنا. بدك تزيد له فلوسة. نديم جيب فلوسة كل شوية حلوة الطريق. نديمة معنا وفي الاستماع. ما حبيتي تشوف معاه وصفة ولا طبق حابة تشوفه مع نديم؟ واه لكم مكفين وموفين والله لا نتبعوه وصفاته ولا اروع. شكرا شكرا لك. شكرا اخ صلاح. السلامه. شكرا لك. شكرا على الاتصال ديالك. يعطيك الصحه. تحيتنا لك وكل ناس غردايه. يسلمك. شكرا شكرا مع السلامه. شكرا لك. نعم هادو هما ليسونس تاعنا اكيد كاربيرون تاع ليميسيون هما المكالمات والكلام الجميل ان شاء الله. نعم. ما شاء الله عليهم. نعم دونك شفنا الكغراتان كيف راح نديروا. نروحوا دركا للتحليه اللي راح نديروا الحلوه اللي يعيطوا لها البجاويه ولا حلوه معشش ولا النوغا. واش نديروا؟ عندنا لاباط تاعنا واش حنديروا فيها؟ عندنا ثلاث كيسان تاع الفارينة نضيفوا لهم حبه تاع البيض شويه تاع الملح. عندنا لهنا لا ليفيو نديرو 5 غرامات بك صافي نص ساشي صافي. واش نديرو؟ 3 فارينة شويه تاع الملح نص باكي تاع لا ليفير شويه تاع لافاني باش ندير لها رائحه بك. نديرو حبه تاع البيض نحكمو لهنا كانيت هذاك اللي كيلنا به نديرو نص تاع زيت ولا تاع زبده كل واحد واش عنده موجود في البيت. نحكمو نبسو هذيك العجينه تاعنا مليح ومن بعد لهنا العجينه تاعنا بخس كيما تاع القريوش. تجي بخس كيما هي. لهنا نعجنوا العجينه تاعنا مليح ومن بعد نبداو نلموا فيها بالمزهر. هذا ما كان. نحكموا عجينه نخلوها تريح شويه هذيك العجينه. هنا عندها زوج طرق كاين اللي يحب يديرها يحلى بعود رشطه ويديرها في الفرن تيبس. انا من الاحسن نديرها في المقله خير. لهنا نخلوا العجينه تاعنا تبرد مليح ومن بعد تشد روحها شويه. نحكموا المقله نديروا فيها الزيت. نحكموا سكرفاج هنا اللي ما عندوش الماشينه باش تكون حاجه بلي رابيد. سكرفاج نحكموا سكرفاج في المتوسط ما تكونش في الخشين ما تكونش في الرقيق بزاف. رانا نديروا الزيت هنا كي تبدا تسخن نبدا نحكموا العجينه تاعنا ونبداو نرابيو هذاك العجينه ديالنا باش كما حنا نقولوا تبدا تنقل هذيك العجينه تاعنا باش تمدنا هذيك القرمشه وتمدنا دوغي. كي نحوا هذيك العجينه تاعنا باش تحصلنا على هذوك شغل كما حنا نعيطوا لهم شغل دويدات هذوك اللي يجوا تاع العجينه. نحوها نشفوها مليح ومن بعد نحكموا خليط واش نديروا هذيك العجينه. ناخذوها ريسيبيون واش نضيفوا لها؟ نديروا لها كميه تاع حلوه الطر كميه تاع المكسرات
ولموها غير بالعسل. نحكموا ان بلا نطاليو هذيك النوكا ديالنا ولا البدويه تاعنا نطاليوها كاع في البلا تاعنا، نرشوها بشويه تاع البيستان، لازم نسقموها مليح السطح تاعها، نخلوها تبرد ومن نقطعوها دي كارو تاع كيما راح نديروا النوكا ولا غير زهره ذوقيها اعطي لهم رايك. خاطر بزاف بنينه وحاجه خفيفه ما فيهاش بزاف مكونات. على بالك نديم حلوتك كاينه واحده قديمه هكا تاع بكري كنا نديروها من بكري، هذيك اللي تجي معلكه هذيك الزرقاء كما نقول هذيك هي صح سي لافير والله ربي يخليك. دونك هذا هو المنيو تاعنا اليوم. ديار نحبوا نبعثوا لكم ريحه الديار، ريحه الوطن العزيز لكل من هو في المهجر وفي الغربه وكل الجاليه الجزائريه وين ما كانت، تحياتنا ليها ونسلموا عليهم وين ما كانوا. نعم اكيد. اذا المشاهدين الكرام حنايا دائما بالخميس نحب نكونوا معكم في تواصل، نحب نكونوا معكم في تفاعل واتصال مستمر، دونك بالمكالمات الهاتفيه، ولهذا نستقبل مكالمه هاتفيه اخرى ونقول صباح الخير. الو الو صباح الخير. صباح الخير. الو معنا مكالمه اليوم راه ضغط كبير على اليوم راه ضغط كبير، نعاود نكثرهم برك على المكالمات بحكم الاستشارات الاسريه. على بالي كم رانا حابين نسمعوكم ورانا ديجا رئيس التحرير خدات العديد من الاستشارات، يعني مكالمات اللي راح نسمعوها من بعد. طيب معليش على كل حال اللي تعذر عليهم الاتصال بينا وما حكموناش كما نقولوا في الهاتف، يبعثوا لنا الاستشارات ديالهم سواء في المجال القانوني ولا الاسري عبر رقم الواتساب اللي راح يظهر اسفل الشاشه. معنا مكالمه ان شاء الله هذه المره تكون مليحه. صباح الخير. علي صباح الخير والربح. متحس. صباح النور والفل والياسمين، اهلا. نهاركم مبروك. بارك صالح غايه والله الحمد لله، خاصه لما يسمع صوتكم. وانتم لاباس؟ لاباس خاي الحمد لله. الحمد لله يا رب. شكون معنا؟ لاباس الحمد لله، يعيشك ديك تبارك الله منوره بهذاك الكولر اللي جاي تبارك عليك. قالت لك منوره بهذا اللون. شكرا ميرسي. يخليك يعيشك. شكرا لك. ان شاء الله كل يوم وانتم ملاح. الله يخليك يعيشك. شكون معنا ومن وين؟ هاي عارفين بك. معك سيده ندى من تلمسان. والله ما سمعت. سيدة ندى من تلمسان. ندى من تلمسان. سيدة ندى. جادور لو برينو ندى. يعني ربي ما عطانيش طفله بصح كون عطاني كنت غنسميها ندى. مباشرة. جادور. انا جادور ناس تلمسان. يعطيك ربي. وناس تلمسان. صح. ما تورطنيش يا صالح. انا دري نحب ناس تلمسان. ما سمعناكش سيدتي، كنا في جدال على ناس تلمسان. دائما نقول. انا قلت للزهرة قلت لها ان شاء الله ربي يعطيك بنيتها وسميها ندى. امين يا رب. امين ان شاء الله تجيني بنيته. ايه سميها ندى. ان شاء الله اخويا ولا اختي ولا تجيها طفله. انا كملت. ان شاء الله يا رب. ربي يرزق. ان شاء الله ربي يرزق ان شاء الله كل واحد اللي راهي في قلبه هذيك الدريه الصالحه. ربي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب لا يحرم تمام. انا ناس تلمسان تلما نحبهم بزاف. نحب ديما كيقولوا لي بقلاوه، قول لي بقلاوه. 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 ما شاء الله عليك. فيكم واحد فيكم واحد كما نقولوا احنا الناس طيبين ولطاف وحلوين كما نقولوا. نعم. عندنا هنايا 14 لاكسيون ماشي غير لاكسيون وحده. سبحان الله. اهلا بك. ربي يدومها ان شاء الله. قولي سيده ندى، واش حابه تشوف معنا في صباح الشروق؟ كيفاش نقدروا نفيدوك يمكن بموضوع ولا بطبق؟ واش حابه تشوف معنا؟ يسلمك. انا حبيت اول عندي حاجه. واش حبت سيده ندى؟ الو ما تقولوليش انقطع الاتصال. والله ما سمعتش. شاف نادين. شاف نادين. نعم. هيه. عندي نقولوا ماذا بينا تعمل لنا كاش نهار لاسوب تاع الحوت. لاسوب تاع الحوت. تاع الحوت. وي سوب دو بواسون. هاك تسمع نادين. نعم. هروح من هروح من. هروح من باش تشوفك وهضر معاها مباشرة. نعم. راهي تطلب في الحساء تاع الحوت. تفضل. ايه. ماذا بينا كاش نهار يجيب لنا ان سوب تاع الحوت. نعم. وكراتان هكذا ودي كراتان اللي يوسيهم بالحوت. نعم. صافي نديروا ميني سبيسيال بواسون. 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 ان شاء الله ان شاء الله عليها. ايه ان شاء الله. وبالنسبة للطبيبة تاع النساء والتوليد. ايه دكتورة إيمان. ولا سؤال اكثر شحال من مره نتصل بها ما نشدهاش، ولا سؤال على لاميمي تاثر على الدوره الشهريه عند المراه. نعم على
النقص دم الانيمي. نعم. فقر الدم. فقر الدم كيفاش يأثر على المرأة؟ على الدورة الشهرية عند المرأة. نعم سي نوتي. راهي رئيسة التحرير كتبت سؤالك وإن شاء الله راح نطرحوه على إيمان عباسي، نوجه لها تحية كبيرة. إن شاء الله. نعم. نقول لكم نهاركم مبروك وشكرا. شكرا عندكم. والله يحلي ايامكم حلاوة كلامكم ان شاء الله. يعيشك ما شاء الله عليك. شكرا. يسلمك. شكرا حبيبتي. شكرا لك. شكرا لك. دائما في اتصالاتكم واستقبال اتصالاتكم، وكذلك نستقبلوا رسائلكم وتفاعل ديالكم عبر تطبيق الواتساب لاستقبال استفساراتكم واسئلتكم القانونيه. بداوا ارسلوها لنا من الان. نعم اكيد. احنا راح نديكم في جوله سياحيه لبجايد. راح نشوفوا غوبورتاج حول شباب متطوع. دونك هادو الشباب راحوا داروا لنا جولات سياحيه وراح نجيبوا لكم للعائلات في بجايه فكره عن بعض الاماكن وعن بعض يمكن الاماكن الاثريه والسياحيه اللي تقدروا تزوروا فيها مع العائله تاعكم. نروحوا نشوفوا ريبورتاج لنصير هارون وانا نعاوده. حسين شاب ظل يقصد يوميا البحيره السوداء الواقعه باعالي بلديه اذكر بولايه بجايه بهدف التنزه والاستمتاع بالمناظر الخلابه التي تزخر بها هذه المنطقه السياحيه، لكن تحول إلى متطوع باستعمال سيارته الخاصة لمساعدة العائلات والسياح. اللي تشوفوا ننصحكم، اللي تشوفوا الثلج في التلفزيون تحسبوه سهل، رانا احنا في الميدان راك تشوف بعينك او كتحصل كواد حاصل هاي الحبيلة رانا معاها ومازال زيدوا تشوفوا هذا ديبي برك. حنا كيما يقولوا ابري لي فور لو كونفور، الاولاد هادو راهم يخدموا اي سونترين دونك في كيما يقولوا الايام هادو ان شاء الله رزقنا ربي بالخير بالثلوج والامطار في هذه يناير هذا، ونا بروفيتي لوكازيون قلنا باللي لازم ولادنا نديوهم لازم يروحوا يحوسوا. البحيرة السوداء تحول منظرها خلال هذه الأيام الشتوية إلى صورة بيضاء التي صنعت الفرحة، وأمام صعوبة المسلك من أجل الوصول إلى وسط هذه البحيرة فضل شباب آخرون القيام بالعمل التطوعي لمساعدة العائلات والزوار باستعمال وسائلهم الخاصة في ظل انعدام وسائل النقل بالمنطقة. شوف لا بلوبوار دي جون يجي لهنايا في راسو ليماج راح يلعب بالثلج ما يخممش في لا سيتواسيون ديريير كي مرض يتبرك الدنيا. دونك لازم لا بريباراسيون جات الماتيريال، لازم لا بريباراسيون فيزيك باسكو كاين اللي يجي هنايا يتسكن تما ما عندوش كاع كونديسيون فيزيك. يفو سو بريباري خرجه ماهيش جوست هذوك لي سوفينيا والدنيا. جينا ميرابو جينا نحوسوا انا بطونوبيل طويوطا هنايا مي ما قدرناش الظروف ما خلاتناش باش ندخلوا لاك نوار باسكو هاد الطريقه هذه ما حبوش يرقليوها لنا كل ما نجيو حصل الغاشي كاع محاصلين هنايا. هذا الموقع السياحي يستقبل يوميا المئات إن لم نقل الآلاف من السياح والزوار الذين يقصدونه من مختلف ولايات الوطن، يحتاج للعناية اللازمة خاصة تهيئة الطريق الممتد على مسافة 12 كيلومتر، يتطلب على المنتخبين المحليين التحرك عاجلا لإعادة الاعتبار لهذه البحيرة السوداء النائمة. شكرا للزميل نصير هارون اللي افدنا بهذا الروبورتاج وهذا الموضوع اللي شفناه على هذه المنطقه الجميله، ويعطيهم صحه هاد الشباب اللي راهو يتطوع خدمه للعائلات اللي تحب تزور هذه المناطق. الويكند راهو جاي، الحال ربما تسقم في اغلب المناطق في الوطن، هي فرصه لنا حتى نزوروا هذه المناطق. نعم هي راحه يعني و اون سيكوريتي للعائلات انك يروحوا يلقاو شباب هكا متطوع تاعهم طعام سا بو اريفي في لي روندوني وفي لي زيكسكيوز، وهما ناس مقيمين في تلك المنطقه فيعرفوها احسن من الزوار ولا السياح هذوك اللي يجوا طبعا. نعم اكيد. مشاهدينا الكرام الحق وقت اللي تحبوه بزاف والوقت اللي مصباح رانا نهضر لكم عليه وقت الاستشارات القانونيه راح نشوفوه مباشره انا صلاح بعد الاسره والقانون. نعم. يلا الأسرة والقانون، هذه الفقرة اللي تخدمكم في صباح الشروق في يوم الخميس. ككل يوم خميس نحبوا نستقبلوا اتصالاتكم واستشاراتكم القانونية اللي يجيب عليها الإنسان يحب دائما أنه يحضر معنا، الأستاذ كريم قراش اللي هو محامي لدى مجلس الدولة والمحكمة العليا. صباح الخير، مرحبا. صباح النور، نشرفوا بالحضور أمامكم وخدمة السادة المشاهدين لقناة الشروق تي في، ونحن دائما تحت الخدمة.
نعم مرحبا بك استاذ. نعم. دائما في انتظار ان نستقبل مكالماتكم. تبدا بسؤال ربما زهره. نعم تفضل على سؤال الواتساب. يلا نبدا. نعم. بسؤال في الواتساب. تقول السيده: زوجي قام بتبديل السكن مع اخوه منذ 12 سنه والسكن مازال باسم اخيه، مع العلم انه هذا سكن هبه من عند الدوله. طيب لحد الان لم يستطع زوجي استرجاع العقد باسمه، ماذا افعل؟ مع العلم انها هبه من الدوله. يتعاود توضح وتقول لك مشكور على الاجابه يا استاذ. تفضل. شكرا. فيما يخص احنا ما عندناش معلومات كافيه في هذه النقطه هذه، لكن نجوب بصفه تقريبيه عامة. بصفه عامه وتقريبيه وفقا يعني واش قالت هي في النقطه هذه. اذا كان هبة من عند الدولة، هذا المسكن هذا هبة من عند الدولة وتم التغيير مع الأخ تاعو، ممكن على حسب المفهوم تاعي ممكن باش يكون سكن اجتماعي يعني تابع الدواوين الترقية والتسير العقاري لوبيشي. هنايا إذا كان المبادلة هنايا كان لازم المفروض تكون أمام، إذا كان يعني حتى الأخ تاعو هو سكن اجتماعي وزوج تاعها سكن اجتماعي، يديروا طلب عند ديوان الترقية والتسير العقاري ويديروا يعني التوافق بالمبادله، ويكون يعني مبادله شرعيه. طيب ومباشره بتوثيق يعني هنا اللي تدخل الهيئه الاداريه تاع ديوان الترقية والتسير العقاري. أوكي. لان التغيير في مساكن اجتماعيه معروف قانوني. طيب ممكن باش يدير التغيير، لكن لما تكون على حسب التصريح تاعها هبة من عند الدولة، هذه الهبة هذه يا هل ترى عندها عقد ولا ما عندهاش عقد؟ إذا كان عندها عقد والأخ تاعو قبل باش يدلوا المبادلة هذه، المفروض يكونوا عند التوثيق. هنا للنقطة هنا ليتدخل الموثق ويكون مبادلة عن طريق عقود رسمية أمام الموثق. ممتاز واضح. هذا هو واضح. نستقبلوا مكالمة زهرة ربما؟ نعم تفضلي. ألو ألو صباح الخير. ألو معنا المكالمة؟ الو صباح الخير. الو تفضلي. صباح الخير. مرحبا. صباح الخير زهرة صلاح. مرحبا بك النور. سيدتي تفضلي بسؤالك. انقطع الاتصال. معلش انا عندي رساله وصلتنا على الواتساب طويله نوعا ما، لكن راح نحاول نلخصها لك. نعم الفكرة يعني. أنا وقع في خلاف بين زوجي وغادر المسكن العائلي وتركني أنا وبناتي في الدار. دونك باب في دار باباها، وراح واحد ست شهور ما سقس علينا ما بعتلناش المصروف، ثم رفعت هي قضية الإهمال العائلي عليه وربحت القضية وحكموا عليها 20 مليون، ومن بعد درت قضية التطليق وقال لي القاضي ما نطلقهاش يعني ترجع للدار. وبعد الجلسة بعد جلسة الصلح، سمحوا لي أنا نقرأ في الرسالة يعني هي اللي كتبها هكا. الصلح كي راحوا بناتي شوفوه بعت لي كلام غير أخلاقي معاهم، وفي الجلسة الثانية ما حضرش هو والقاضي، رفع قضيتي وما طلقنيش، وزوجي زاد رفع دعوة الرجوع. اللي محيرني أنه ما دار لي تليفون ولا بعت أحد من أهله للصلح، ما جعلني في حيرة من أمري. وحبيت نسقسي الأستاذ، هل راه يدير هذا الشيء غير باش ما يمدوليش حقوقي والشيء اللي يطلبوه هو ينفذوه لي، مع العلم اني احضر جلسه الرجوع لخاطرش ما وصلنيش الاستدعاء لاني لم اكن في البيت ودرك عندنا اكثر من عام منفصلين. القضايا الاجتماعيه وفيما يخص الاسريه هذه يعني حقيقه شائعة يوجع القلب حقيقه. الانفصال هنايا كانت تاكدت لنا باللي السيده هذه ربحت القضية فيما يخص الإهمال العائلي. بقات دوكا فيما يخص تاع الطلاق، المفروض أنها لما لجأت إلى قاضي باش تطلق هي من حقها باش تطلب التطليق أو الخلع. داكور. هنا طريقتين باش تطلب التطليق أو الخلع، وفي كلتا الحالتين متوفرتين، يعني فيما يخص التطليق حقيقة عندها شروط، لكن في الشروط في قضية الحالة راهي متوفرة لوجود الإهمال وعدم الإنفاق من طرف هذا الزوج هذا، وراه ثابت بحكم. إذا ممكن القاضي باش يدير لها التطليق. وفيما يخص الخلع بدون أي شرط، الزوجة عندها باش الحق باش تتطلق بدون أي شرط أو سبب مقنع. نعم. برغبة منها أنها تتطلق. أيوه. إذا هنا القاضي ما دارش التطليق فيما يخص القضية تاعها، على ما أظن
انها كان حب باش يلحق للصلح، وهو لما قرر باش يعاود يرجعها على القاضي ممكن باش لوجود الصلح بينهما اللي رفض الدعوه هذه. في المقابل نشوفوا انه الزوج هذا دار القضيه تاع الرجوع هي مجرد يعني على حسب واش فهمت مجرد وسيله للتهرب من المسؤوليه. نعم. لانه يعني اذا كان باش يروح على القانون نوعا ما من حقه باش يروح يطلب الرجوع، بما انه القضيه تاع التطليق قد رفضت من حقه باش يطلب الرجوع، لكن لازم يكون يسعى، لازم يروح يجيب، حتى انه ماشي شرط عليه باش يروح يدير قضيه. اذا كان وقع الصلح مباشرة يروح يلجأ إلى بيت أهلها ويجيب الزوجة تاعو والبنات تاعو ويرجعهم مباشرة للمسكن. لماذا يروح يلجأ للعدالة إذا كان وقع الصلح؟ هنا من عندها الحق باش تعاود ترجع يعني ترفع الدعوة من دار جديد وتطلب بالحقوق تاعها كما كما تريد. واضح. خلينا نستقبل مكالمة. صباح الخير، مرحبا. صباح النور. أهلا بك سيدتي. صباح الخير أخ صلاح أخت زهرة. صباح النور، نشكركم على هذا الفقرة لأنها مفيدة بزاف لنا احنا، خاصة احنا باللي رانا في الجانب القانوني بزاف بزاف أمور ما نفهموهاش. ما عندناش معلومات. عندي سؤال برك للأستاذ المحامي ممكن؟ تفضلي. تفضلي في الاسم الأستاذ تفضلي. أستاذ كاين راجل متوفي عنده 3 بنات على قيد الحياة وزوجة، زوجة ماشي أم الأولاد سيدتي فقط، وزوجة وأربع ذكور سيدتي، ذكرين متوفيين والزوج الآخرين حيين فقط. سيدتي عاودي لنا القضية من البداية ورفعي صوتك حتى الأستاذ يفهم عليك. إن شاء الله. تفضل. ممتاز تفضل. رجل متوفي نعم عنده 3 نعم عنده 3 بنات على قيد الحياة نعم، وزوجة، الزوجة هذه ما هيش أم الأولاد، زوجة ثانية، زوجة ثانية، وعنده 4 ذكور، زوج متوفيين وزوج على قيد الحياة. السؤال الأول، ما هي حصة كل منهم من التركة؟ السؤال الثاني، هل المتوفيين أولادهم يعني الأحفاد عندهم حق في التركة؟ السؤال الثالث، عدم موافقة أي طرف من الأطراف يعني من الأولاد اللي مازالوا على قيد الحياة على إعطاء حصة المتوفين، عفواً يعني إعطاء حصة الأحفاد، يأثر في القضية؟ ومعليش يا أستاذ ممكن تقولي وش هي الإجراءات اللي ممكن يقوموا بها الأحفاد هذا؟ ممتاز واضح، شكراً لك، شكرا على الاتصال ديالك والاسئله ديالك، شكرا. تفضل استاذ. اذا احنا عندنا هنا راهي متصله تسقسي على الحصص تاع تركه فيما يخص النصيب تاع كل وارث. وارث احنا في القضيه الحاليه كاين 3 بنات و4 ذكور والزوجه اللي ماشي اولاد تاعها، اذا الزوجه ما عندهاش الاولاد، اذا كما يقولوا زوجة ثانية. الزوجة الثانية واضح. تأخذ كالزوجة العادية اللي عندها أولاد، لأنه العبرة بالرجل المتوفي وليس بالزوجة. أيوة. إذا احنا هذه للزوجة عندها الحصة تاعها اللي هي الربع الشرعي الباين، وبالنسبة للبنات والذكور هنا تطبق القاعدة الشرعية للذكرين مثل حظ الأنثيين. صح. يعني كل رجل يدي 2 حصص تاع البنات. طيب يعادل 2. طيب اكزاكتومون. فيما يخص الاحفاد المتوفين هنا، الزوج المتوفين والزوج ذكور، فهنايا كما تفضلنا في حصص سابقه قلنا باللي المتوفي الاحفاد المتوفين ماشي الاحفاد، الابناء المتوفين ينزلون منزله ابائهم، هذا هو التنزيل. طيب يعني حتى ولو توفوا الاحفاد تاعهم هذو الاولاد ابناء الابن هذو يصعدون الى منزله الاب ويدوا الحصه تاع باباهم، هذا لا يشترط موافقه تاع باقي الورثه، لانه في بصدور قانون الاسره الجزائري 1984 اصبح التنزيل يعني قانوني جدا، لا يشترط قبل صدور قانون الاسره كان يشترط باش يكون هذا الشخص هذا اللي متوفي من قبل ما يتوفى لازم يروح يدير لي عقد التنزيل تاع الابناء تاع الاحفاد تاعو، لازم يخلي عباره نقدر نسموها شغل وصيه وهو عقد تنزيل، في غياب عقد التنزيل ما عندهمش الحق باش يدو، لكن بصدور قانون الاسره اصبح التنزيل قانوني مباشره، يعني تطبيق مباشر للقانون. أيوه. لا يشترط موافقة تاع باقي الورثة. أيوة. فيما يخص يعني
النقطة الثالثة اللي هي الموافقة، هنا لا اشترط الموافقة، وفيما يخص الإجراءات، السؤال الآخر تاع الإجراءات اللي يديروها، أنا مباشرة نلجأ أي وريث، أي واحد من الأطراف هذو، سواء البنات اللي راهم حيين ثلاثة، ولا الأبناء اللي راهم حيين زوج، ولا أحفاد اللي راهم حيين تاع الأبناء الابنين هذو المتوفين، يلجأوا مباشرة إلى الموافق ويطلبوا تحرير فريضة، لما تحرر فريضة يلجوا إلى العدالة ويتم تقسيم التركة وفقا للفريضة الشرعية ويتم يعني حل المشكلة هذه. ممتاز. شكرا لك. استقبلوا مكالمة هاتفية. الو الو صباح الخير. انقطع الاتصال، طولنا عليها شوية. نعم نعتذروا منها. إذا أنا نقرأ عندي رسالة يلا تفضلي. نعم وصلتنا من متابعين. إذا أي تقول أنا كنت متزوجة ولم أرزق بأطفال، تكفلنا بطفل وبعد 3 سنوات تم الطلاق، والولد بقى معايا لكن لحد الآن لم يعطيني نفقة، والولد يبلغ حاليا 16 سنة، هل ترفع قضية ولا واش ندير؟ نعم. فيما يخص يعني التكفل بالأطفال المسعفين هذو، من حق لما يكون أي شخصين وخاصة الرجل هو اللي يكون ولي تاع الطفل هذا، مباشرة هو اللي يسهر، كاين فيه تعهد أمام مصلحة الشؤون الاجتماعية، لما يدل الأطفال هذو يسهر على تربيته والإنفاق عليه ويعتبره كابن له. في قضية الحال إسراء الطلاق وهو كان تحت الكفالة توعه، يعني مباشرة من حقه باش من حق الزوجة هذه لما صار الطلاق أنها تتكفل به فيما يخص الولاية، لكن النفقة تبقى دائما على الزوج. طيب دائما من حقها باش تروح مباشره تطلب النفقه، بما انه في السن 16 سنه مازال القانون يحميه الى غايه 18 سنه باش يطلب النفقه، باش تطلب النفقه باسمه، يعني حقها الشرعي والقانوني. نعم نتمنى تكون معنا مكالمه. لو ما عندناش مكالمه عندي سؤال فقط كان وصلني بالامس على سيده تقول انها كاين مكالمه. يلا نستقبل المكالمه بعدين نطرح السؤال ديالي. تفضل. صباح الخير. مرحبا. صباح الخير. اهلا. الو الو صباح الخير تفضلي. صباح الخير. اهلا مرحبا بك سيدتي. صباح الخير محامي. صباح النور. الو عندي سؤال. تفضلي. صباح الخير. تفضلي رانا في الاستماع، سمعينا من الهاتف. نعم راني نقصه كاع الهاتف. تفضلي بسؤالك مباشره. تفضلي. انا عندي مسألة مع إنسانة. مشكلة. وراني عندي مشكلة معها. نعم. ألو. كمل مباشرة. واصلي واصلي القضية تاعك. نسمعوا. ما تحبسش خلاص أونشيني، كمل لا كيستيون كومبليت. تفضلي. التلفزيون راني مطفية كاع التلفزيون. نقصت له كاع. ما قلت لك معليش ما تكلمناش على التلفاز، سؤالك أعطيه مباشرة. يلا تفضلي. نعم. أنا عندي شاك بدون رصيد مع امرأة. طيب. شاك بدون رصيد مع امرأة، ودرت الإجراءات القانونية وبلغت. نعم. وقالت هي قالت لي تعطيني مهلة تاع 6 أشهر باش نعطيك المبلغ تاعك. نعم تفضلي. 6 أشهر باش نعطيك المبلغ تاعك. نعم. المبلغ المحدد لي في الراس في الشيك. وسؤالك تفضلي. راني اجراءات اللي راني دايرتهم انا استاذ قانونيه ولا من خايف لا نقعد 6 أشهر ولا الشيك ما يكونش قانوني. يعني واضح. واضح؟ واضح السؤال. شكرا سؤالك واضح، شكرا لك. شكرا تفضل استاذ. هنا اوصيك سيدتي بانك راكي في الاجل المحدده، لانه إصدار شيك بدون رصيد راهي لجأت إلى يعني استصدار شهادة عدم كفاية الرصيد ولا عدم وجود الرصيد من البنك، ودارت كامل الإجراءات القانونية. بقى دوكا باش تودع شكوى. باش تودع شكوى أمام سيد وكيل الجمهورية ضد هذه السيدة اللي أعطت لها الشيك هذا، من حقها أنها تمد لها مهلة، هذه صاحبة الشيك هذه من حقها باش تمد لها مهلة 6 أشهر، أمر عادي ما يضع لهاش الحق تاعها، لأنها عندها مهلة إصدار شيك دون رصيد هي جنحة، عندها مهلة 3 سنوات باش تودع الشكوى. في أي مرحلة حبت تروح تودع الشكوى تودع الشكوى. إذا راكي في إجراءات قانونية، راكي محترمة القانون، راكي في الأجل القانونية، وقتاش ما حبيتي
تودعي شكوى تودعي، وحبيتي تزيد لها مهله واحده اخرى من حقك ما تخافيش على هذه الامراض. ممتاز. يعني نعم. يلا. عندنا سؤال اخر يلا. ولا مكالمه اخرى زهور؟ نعم. نعم. صباح ألو. الخير. صباح الخير، اهلا. الو. صباح الخير، مرحبا. صباح الخير، مرحبا. الو. صباح الخير، رانا نسمعوا فيك سيدتي، تفضلي. الو. رانا نسمعوا فيك سيدتي، تفضلي، صباح الخير. رانا نسمع. احنا نسمعوا فيك. الو. قطع الاتصال، معليش نعاودوا نتواصلوا معاك ان شاء الله في لحظات لاحقه. عندك سؤال؟ انا كنت باش نواصل السؤال ديالي. نعم. السيده كانت راسلتني قالت انه هي ام لثلاث اطفال. نعم. الطفل الكبير 13 سنه هو ذكر، وعندها زوج بنات. نعم. وحده 10 سنوات على ما اتذكر، وحده 8 سنوات، وتقول انه الزوج تاعها دائما ما يعمل خارج البيت هو يعمل في مجال الاطعام. قالت لك في كل مره في شهر رمضان، بحكم انه الناس يتعمل في الاطعام والمطاعم ينقص العمل تاعها في رمضان، قالت لك يرجع للبيت ومع الاسف يحتم عليها وعلى ابنائها يعملوا في تجاره تاع يطيبوا الخبز ويخرجوا يبيعوه، شيء عادي طبعا، ولكن المشكل انه الابناء تاعها هما اللي كلفهم بالبيع تاع هذا الخبز. قالت لك مرات انه الطفل تاع 13 سنه يخرج حتى لطريق السيار والطريق السريع يبيع الخبز، ومرات لما ما يلحقوش المبلغ اللي كانوا حابينه في الاسبوع يجبروا انه يخلي الدراسه في يوم ويعمل نهار كامل. فهنا السيده حابه تعرف واش تقدر تدير، وكانت قالت لي بلي انا حابه نعرف واش ندير بلا ما نضر الزوج تاعي ونجروا المشكل مع الشرطه والامن. واش تقدر تدير هنا؟ يعني بكل صراحة المشرع الجزائري هنا في مجال حماية الطفل وخاصة الأطفال القصر هذو الصغار كان صارم جدا، صارم لدرجة أنه صدر قانون بحماية الطفولة. طيب. صدر حقيقة فيما يخص يعني المرحلة اللي كانت فيها اختطاف الأطفال الصغار هذوك، لكن جانب يعني تطرق إلى عدة جوانب. طيب. يعني جاء كامل فيما يخص هذا حماية الأطفال هذو. هنا باش ما تضرش الزوج تاعها ما تروحش للشرطه، من حقها باش ما تروحش للشرطه، لانه التحقيق الابتدائي اللي يكون عن طريق الشرطه مباشره يروح الى قضيه والقضيه الى العداله، لكن الافضل انها تروح مباشره الى قاضي الاحداث على مستوى المحكمه اللي كان في اختصاص تاعها وين تسكن. أيوة. تروح الى قاضي الاحداث وتطلب حمايه هذا القصر. هذا القاضي الاحداث عنده الحق باش يروح يستدعي هذا الزوج هذا، على الاقل باش يقدم له نصيحه. نصيحه فيما يخص انه ما يبعثش هذو الاطفال الصغار هذو، لانه هذا الحج الامر اللي راه ممكن الزوج هذا ما راهش يديروا في الحسبان انه هذا الطفل هذا راه في الطريق السريع راه معرضه للخطر. هي هذو واش قالت لي؟ راه معرض الابناء للخطر. اكثر من ذلك بالنسبه للبنات، وحده 8 سنين وحده 10 سنين كذلك ممكن باش يتعدوا عليها في اشخاص واحد اخرين وغرباء في كي تكون تبيع فيها. اذا في هذه الحاله هذه تلجا الى قاضي الاحداث لطلب الحمايه وليس المتابعه. طيب. حتى انه في الرساله تاعها كان ذكرت المكان، حتى ما نذكروش المكان، هو من ضواحي العاصمه خالي ما فيش بزاف سكان وكل شيء، فالامر خطير لو عما. اذا تلجا الى المحكمه الاقرب اليها. طيب. تطلب قاضي الاحداث وتطرح له المشكل هذا، وقاضي الاحداث يتخذ الاجراءات اللازمه لحمايه الاطفال القصر. واضح. ممتاز. نعم. اذا متواصل معكم مشاهدينا الكرام في الاستشارات القانونيه، ونستقبلوا مكالمه اذا كاين. يلا نستقبلوا أسئلة أخرى في هذا الصباح عبر تطبيق الواتساب. ربما نسناو الرسائل تاعكم تصلنا عبر تطبيق الواتساب يا ناس يا طيبين. زهرة كان عندك سؤال منذ قليل. نعم صحيح. أنا عندي سؤال ما بيني لحقوا، قلت لها خلي الأستاذ لما يجي يجاوب. نعم ما بيني لحقوا الأسئلة من عند رئيس التحرير، نطرحوا الأسئلة اللي وصلونا في الخاص. إذا هذه طفلة جزائرية حبت تتزوج برجل سوري، يعني هو عنده الإقامة تاعو، ما عندوش إقامة عفوا، يعني جاب الفيزا للجزائر، حبت تتزوج به لكن لقاو عدة صعوبات باش يسني لهم يعني العقد القانوني. نعم. هنا فيما يخص الزواج بالأجانب، هنا المشرع الجزائري كان يعني وضع شروط، وكان هذه الشروط نوعا ما نقدر نقولوا أنها شروط نوعا ما صارمة. نعم. صارمة. الشخص الأجنبي الذي يريد الزواج من جزائرية يجب عليه بادئ ببدء أن يقوم بالحصول على رخصة من طرف الوالي في مقر يعني إقامة الزوجة هذه، باش يروح يعقد أمام الحالة المدنية للبلد المختصة. أيوة. إذن على الزوج السوري هذا أولا لازم يكون هنا يجي يحضر، ثانيا
ماشي شرط باش يكون عنده اقامه يعني بمجرد تاشيره تاع الدخول يدخل للجزائر. وثانيا راح يودع طلب كامل فيما يخص يعني الشروط ولا الوثائق اللازمه على مستوى الولايه ويدعو على مستوى الامانه تاع الولايه التي يقوم فيها تقيم فيها الزوجه تاعه. ينتظر مده، لكن احنا بالنسبه لنا يعني نشوفوا عندنا قضايا عده على مطروحه على العداله، وين فيما يخص الاشخاص السوريين عندهم يعني ممكن نقولوا انه 90% من الطلبات ترفض. اذا احنا ننصحوا هذه الاخت هذه باش يعني ما ترجعش الى بعض. كاين احنا كنا نديروا اشخاص وحدهم يديروا حيل قانونيه، كانت في بدء الامر كانت العداله يعني تمشي الى اثبات الزواج العرفي، يعني هذا الشخص السوري مع البنت الجزائريه يروح يدو زواج عرفي وثم يقومون الى اللجوء الى العداله باش يديروا اثبات زواج عرفي. لكن بناء على التطبيق السليم يعني والصارم للقانون حتى العداله ولا تطلب لهم الرخصه، اذا ترفض العداله ترفض هذا اثبات الزواج العرفي. احنا ننصحوا هذه الاخت هذه انها ما تلجاش الى هذه الامور هذه. تروح يعني تلجا الى عوض ان تلجا الى الحيل القانونيه، تروح مباشره الى الطرق القانونيه المشروعه، وهي انها السعي امام المصالح الولائيه للبلا في الاخر داعية الاختصاص تاعها، والاكيد انها اذا كانت قدمت تبريرات واشياء اللي تطلبها الاداره حقيقه راح تلجا يعني يعطوا لها الرخصه هذه. ممتاز. نعم. سؤال اخر لحقنا على عبر تطبيق الواتساب في موضوع كنا تطرقنا له الاسبوع اللي فات، ولكن معليش نعاودوا نفصلوا فيها اكثر. عن سيده تسال كيف يمكن ان اتكفل بطفل من الحضانه وهل هناك شروط لذلك؟ فيما يخص هنا النقطه هذه التكفل بالاطفال المسعفين من مراكز الطفوله المسعفه، هنا اجراءات خاصه. تفضل. واجراءات حقيقه صارمه ليس من اجل يعني تصعيب على المواطن، وانما من اجل حمايه الطفل القاصر هذا. نعم. من بين يعني ما عندها لازم تروح الى مديريه الضمان الاجتماعي على مستوى الولايه المختصه وتودع طلب ويعطوا لها كم الشروط، من بين شروط انها تكون هي متزوجه، لانه الاشخاص غير المتزوجين ما يعطوهمش الاطفال هذو، ان تكون عندها مسكن، ان تكون عندها زوج تاعها عنده مدخول مناسب اللي يقدر يتكفل بالطفل هذا. يعني كاين شروط راح تلقاهم في 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 الورقه في ورقه الطلبات اللي راح تلجا ليها، ومتاكده اذا كانت عندها كامل الشروط. يعني احنا نشوفوا ان نعرفوا عائلات كثيره عندهم هذا، تم الاستجابه لطلبه. ممتاز. نعم. واضح. نعم. جدا. كان لحقني سؤال ولكن ضيعته، لحقني عبر الانستغرام الان نبحث عليه، فيما يخص الورثه حسب ما اتذكر كان مشابه للسؤال الاول. تقول انه الوالد توفى ولكن لما جاوا يقسموا فاحد الابناء توفى، والان حال تعرف انه فيها ربما مشكل في العائله ديالهم انه العم والعمه حبوا يتدخلوا في الميراث، فحابين يعرفوا شكون الناس اللي ربما عندهم عندهم يعني نصيب من ميراث الوالد المتوفى. هنا لما الابن توفى الاب توفى. إيه؟ وبعد ذلك الابن توفى وشكون اللي خلى معناتها لازم الابن ما عندوش ابناء. الابن ما عندوش ابناء. ماشي الابن. الاب هذا كي توفى خلى الابن خلى هذا خلى زوجه. نعم. وخلى بنتين وابن متوفى. نعم صح. هنا يصبح يعني لما ابن توفى كان فيه كما يقولوا عنده يسموه العصبه. طيب لما يكون الفرع الوارث الذكر بالنسبه لهذا الاب هذا، ولما توفى كان عنده ابن وبنتين. صح. اذا هنايا ما يقدرش يدخل العم والعمه، لانه كان عنده اثناء وفاه الاب هذا كان عنده الفرع الوارث الذكر وكانت عنده عصبه. طيب. اذا احنا في قضيه الحال لما يموت الابن هذا الاشخاص اللي راح يورثوه معناتها هي الام تاعو والبنتين اللي راهم هي يعتبرون يعني اخوات للابن المتوفى. واضح. هنا بالنسبه للعم والعمه ما عندهمش حق. ما عندهمش نصيب. ما عندهمش حق. شكرا لك. واضح واضح. واضح. والاجابات كامله واضحه. صح. شكرا لك. شكرا. احنا انا نقول صالح يضيفك عند الشيف نديم. ممتاز. نعم. شكرا لك استاذ. شكرا. تفضل معنا استاذ كريم. دائما ما تعود معنا انه لما يحضر معنا دائما ما ناخذوه للمطبخ، لانه لو تتذكروا معنا يا ناس طيبين لما حضر في العدد الاول ليه كنت سالته وقت في دفن المطبخ تعرف امور، قال لي خاطيني مثلي انا تماما. كيف كيف. والله كيف كيف. ويشرفوا بحضور الشيف نديم
اليوم اللي التوجر بارع في هذا الشيء. الله يبارك. تفضل. حتى يوضح لنا شفنا ديم كنا نشوفك تقلي وشنو هذاك؟ اوكي رانا شاهدوا فيها. اوكي تفضل نبي. زيت ايه هذه للنوغات. هذه للنوغات نعم. زدنا درنا لهنا مقبله درنا حساء. نعم. درنا حساء تاع البواكاسي اللي درناها بصوص روج. احنا متاع في العاده ما في نديروا صوص برونش. ممتاز. عادي. وعندنا لهنا درنا ان كيك صالي اللي درناه بالخضر اللي درناه بالجلبانه راهو في الفرن. نعم راهو في الفرن ويطلع. نعم. وحضرنا كانيت ان غاتا ولا مارجين تاع الجلبانه اللي درنا غير لافيون داجي والبصل ودرنا لهنا كيطيب لنا نديرو في ان بلا اللي يدخل في الفرن ندفقولو لهنا البيض من الفرن وجبن مبشور نعاودو ندخل الكراتينه شويه. ممتاز يعطيك الصحه شيف نديم. وانت قول وانت قول للاستاذ كريم اعزمه انه يبقى معنا حتى نهايه العدد اذا يقدر. اذا ما عندوش جلسه ولا ميزان ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه على حضورك معنا وعلى اجابتك للمشاهدين. راجعين الشيف نديم بعد قليل حتى نشوف لحظه الامور. فاصل راجعين الكرام. صباح الخير بالناس اللي تحقوا بنا في هذا الاثناء. موضوعنا الرئيسي اليوم راح يهمكم بزاف واكيد راح يعاني منه معظم الجزائريين هو غلاء المعيشة هو ارتفاع الأسعار. نعم. وغلاء المعيشة هذا الموضوع اللي خيرنا أنه نتناولوه معكم يا ناس طيبين وخيرنا أنه نتناولوه مع الناس اللي راهي قريبة من التجار والأسواق والأسعار وكل الأمور اللي تعني المواطن وتعني خاصة الميزانية والجيب تاع المواطن واللي تحاوس أنه تحافظ على المستوى المعيشي دياله. حاضر معنا السيد سفيان الواسع اللي هو رئيس اللجنة الإعلامية لمنظمة حمايتك. صباح الخير. مرحبا. أقول لك ليك صباح الخير ونشكركم على هذه الدعوة الكريمة كما أحيي كل مستبعي قناة الشروق. مرحبا مرحبا نورتنا في هذا الصباح. نورين بكم. شكرا شكرا لك. يقولوا غلاء المعيشة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يعني هو شيء يؤرق المواطن الجزائري وخاصة احنا رانا على أبواب شهر فضيلة. نعم. على بنبي راح ديجا مرتفعة وين راح توصل. نعم. نعم. والله الصراحة شوفي ارتفاع الأسعار المواد الاستهلاكية ما راهوش في الجزائر فقط. الناس باش تعرف يعني راليك رانا مرين بأزمة راليك اقتصادية عالمية. الحرب اللي راليك في أوروبا الحرب الأوكرانية أثرت وأثرت كثير لأنه جميع منتج استهلاكي مهما كان الصنف نتاعو ولا الشكل نتاعو يعتمد على الطاقة. رانا شفنا باللي في الأشهر القليلة الماضية الدول الكبيرة في أوروبا لمنتجة لبعض المواد سعر الطاقة زاد وارتفعت أسعار المواد حتى 40% يعني في دول اللي عندها اقتصاد كبير. احنا للمشكل يعني منذ سنوات يعني وسنوات اعتمدنا بزاف على الاستيراد. لأنه لما نتكلم على المواد الفلاحية صح فلاحة ولي كيقوم بالزراعة صح هذه المرحلة تحتاج مواد تحتاج أسمدة تحتاج أدوات الري اللي رانا نستوردوها كلش كان يعتمد على الاستيراد. دوك لما وقعت الأزمة باش يفهم المواطن يعني بكل بساطة لأنه هذه الأمور طبعاً. كل فعل ردت وفعل تأثرت أوروبا بارتفاع أسعار الطاقة احنا أيضا تأثرنا لأنه اعتمدنا بزاف على الاستيراد. ولكن في الآونة الأخيرة لازم نعرفوا أنه السياسة تاع المنظومة تاع الدولة الجزائرية فيها الدعم للمواد الاستهلاكية. كاين مواد ذات الاستهلاك الواسع اللي راهي مدعومة ولا راهي تكلف الخزينة العمومية 17 مليار دولار سنويا. نعم خويا العزيز لانه عندك الحليب مدعم السكر راهو ليك مدعم السميد مدعم باش يفهم المواطن الفارينة مدعمة الغاز مدعم. لما نقولوا مدعمة وضح لنا هذا شوف مدعمة واش معناتها يعني ماشي سعرها الحقيقي. الخبز هذا اللي رانا نشروه تاع 250 غرام الخبزة السعر تاعو 8.5 دينار راهو ينباع 10 على جال الصرف ما كانش باش يفهم المواطن. ولكن لو كان نقيموا له السعر الحقيقي راح يولي الضعف. حتى البنزين اللي رانا في المحطات الوقود راهو ليك مدعم سعره الحقيقي يفوت 100 دينار جزائري. يعني الدولة تساهم في هذاك السعر حتى ينخفض. بارك الله فيك. أيوه. يعني 17 مليار دولار راهي ليك تضخ. المشكل انه اللي عنده واللي ما عندوش لانه المواد المدعمه مو جهل فئه. دوك اللي عنده دوك الانسان اللي ربي عطاله وربي يزيدو ما يشريش الحليب تاع 25 دينار. صحيح. الحليب هذا راه مو جهل فئه وراك شفت المضاربه واش دارت. صحيح. يعني كيفاش حنا وصل معدل الاستهلاك تاع الجزائري الاعلى عالميا.
اعلى عالميا في استهلاك ماده الحليب، يعني الحليب راه ولي كيروح لجهه واحد اخرى. ورانا شفنا قانون المضاربه، نعم، وكيفاش يعني طبقت قوانين صارمه، علاش؟ باش يحميوا القدره الشرائيه لهذه الشريحه نتاع المواطنين اللي عندهم الدخل ضعيف. صح. دوك فيما يخص الخضر والفواكه، الفواكه راكم على بالكم رانا في موسم الحمضيات. الحمضيات والمناخ اللي درنا به، باسكو المواطن لازم يفهم، يعني احنا لو كان كاينه حاجه نتكلموا مباشره. وحنا عليها خيرنا اليوم انه نتناول هذا الموضوع لانه مهم جدا، خاصه لانك تتكلم مباشره. ربي يحفظك. الحمضيات راكم شفتوا بلي حتى لشهر ديسمبر ارتفاع درجه الحراره 25، كاننا مخرفين، كاننا في الربيع، تتخلطت علينا الامور. المناخ تبدل. صح، المناخ تبدل. راك تشوف الامطار حتى لشهر جونفي، يعني باش بدات الامطار الله عز وجل، الحمد لله رحمنا. نعم. هذا الامر اثر على انتاج الحمضيات في الجزائر. صح. نروحوا للخضر بحد ذاتها. احنا الخضر فيما سبق ما كانتش منظمه. راك تشوف انت يعني البصل، البصل سبحان الله الحق 100 دينار السعر تاعو زاد. البطاطا فين سبق لحقت حتى ل 150 160 دينار، 15000 16000. علاش؟ لانه ما كانش عندنا مخطط فلاحي اللي راه واضح. قال يا ودي ناخذوا كيما نقولوا نديروا تقسيم. قال نقوموا بالانتاج ونقوموا بالتخزين تاعو، تخزين هذه الماده، وننظموا الاخوه الفلاحين بلا ما نحكيوا على المشاكل والعراقيل والبيروقراطيه اللي ساهمت كثير وكثير وكثير. يعني كاين ناس، انا نقول لك صراحه، حتى الفلاحة راهم عندهم الدعم، الدعم تاع الناس تاع الفلاحة، لأنه لولا الدعم المطبق من 62 ورواح، لأنه يقول لك الفلاح ما يدفع ضرائب ما عنده سجل تجاري، ولكن لو كان ماشي الدعم 62 للفلاحين، الأسعار هذه راهي لك كيما نقولوا أضربها فوا دو فوا تروا. نعم، يعني راهم لك يلعبوا دور كبير. دوك الفلاح ينتج، السلعة نتاعو وين يديها؟ يديها لأسواق الجملة. الجملة. أسواق الجملة يبيعها للتجزئة أو تاجر جملة. كثرة العملاء هذوما وما كاش فاتوره، ما تقدرش تحدد السعر. تروح انت تلقى السعر غالي، تروح للفلاح يقول لك لا لا انا بعت ب 40 دينار، تروح لتاجر الجمله يقول لك لا لا انا بعت ب 43 دينار، تروح لتاجر التجزئه يقول لك لا لا انا شريت ب 65 دينار راني نبيع ب 70 دينار. شكون اللي يحدد السعر؟ الفاتوره. لو كان كاينه فاتوره يا خويا الفلاح يعمل فاتوره او رسل، قال هايني شحال بعت باش نحدد هوامش الربح، هامش تاع الربح اللي راهو باين، ونعرف السعر الحقيقي تاع المواد. درك في ظل غياب هذه تنظيم الاسواق هذه هو اللي خلق مشكل. راك تشوف فتحوا ست اسواق بمعايير عالميه تاع الخضر والفواكه. صح، شفنا هذا الشيء. اسواق كبرى راهم كاينين، يعني القريب اللي راهو هنا راه في سيدي راشد، راهو لك في ولايه عين الدفله بمعايير دوليه، ولكن عزوف بعض الفلاحين اللي ما فهمناش علاش ما دخلوش، علاش ما بغاوش يعني يستثمروا في هذا المجال، لانه تم كل شيء يتنظم، نعرفوا الانتاج الوطني شحال حاله ولا حق. طيب شحال رانا ننتجوا، شحال رانا نبذروا، شحال رانا نرموا. فيما يخص المواد الاستهلاكيه الاخرى، يعني العجائن وما شابه، شوف احنا رانا نستوردوا، وراه يتكلف الخزينه العموميه قريب 2 مليار فاكثر تاع ماده الفارينه. الفارينه هذه المدعمه اللي نخدموا بها الخبز. عباك باللي التبذير الانتاج المحلي تقريبا حوالي 50 مليون خبزه في اليوم. رانا نرموا 10 ملايين خبزه. قول 400 مليون دولار راهي ليك الترمه. صح. درك كان فيه توجيه مؤخرا المواد المدعمه يا خويا ما تستعملهاش في امور اخرى. طيب نعم، تفضلي زهره. تفضلي زهره. ننتجوا مباشره مع الشعب. أنا مادا بيا نسمع رأي الشعب في هذا الموضوع. نعم، راح نشوفوا مع بعضنا صلاح أراء بعد أراء الشارع الجزائري في ميكروفون وفاء دروازي. ونعم، تفضلوا. الزوالي طفرت فيه، الزوالي ما يعيش. انا نشوف فيها بارابور الدول الاخرين رانا بيان، لا باس، مقبوله، معناها قادر تشري حاجه خفيفه تعشى بها ولا تغدى بها. اقسم بالله تعالى غير ربي، ربي راه معنا برك، سورتو سورتو الضعفاء هذو اللي ما عندهم شامل، راهي معيشه راهي سي كاتاستروف. العمله نشوف فيها شويه غاليه بارابور الزوالي، ما يقدرش يعيش. كاين صحاب البلديه راهم يخصوا 2.8 ملايين وعنده 3 دراري والغاز والتريسيتي والماء والراي رايحه، وكاين اللي راهو كراي. حنا رانا نخدموا ما لحقناش، رانا نخدموا ما لحقناش، الدخل الشهري شويه ناقص. هذاك العام ملي شفال تساير وما غير يزيدوا، شامي ينقصوا، كل عام هكذا.
البصل 16000 البطاطا 10000 دوك الزوالي هكذا ما يعيش يا خو شاريه 2 ملايين. ماذا بيا نوجه نداء للدوله نقصي في لابي معليش بصح نقصي في المواد الاساسيه معليش اعطيني مليون والمليون هذا يعيشني شهر كامل خير ما تعطيني 10 ملايين ما تعيشنيش نص نهار. يا درالي ما عندوش معيشة والله غير غالية راهي سي كراسي طري طري كراف ماهيش يعني في متناول الجميع خلاص ندوروا الحوايج واحد اخرين اللوبيا وعدس والمقارون والاخر هذو راهم غاليين علينا. مواطن هذا ورايه شوف لانه المواطن المستهلك ليس بحاجه لتبريرات، صح يتفهم ولكن ما تقدرش تبرر له يعني كل شيء وتعطيه يعني بالتدقيق وبالمصطلحات التقنيه واش راهو يدور. يعني نقول لك فقط برك يعني في الثمانينات كنا نزرعوا كل شيء، العدس كان ينزرع هنا في الجزائر، الحمص كان ينتج هنا في الجزائر، صح صح صح. عده مواد من البقوليات كانت تنتج محليا، كانت كاينه مؤسسات كبرى لانتاج الدجاج والبيض، الدجاج اللي راهو عمل جناحتين وخلاص راهو طار السعر تاعو. البيضه 2500 لحقت. يلحق يوصل لانه في غياب البديل، شوف خويا العزيز. تفضل. حتى ولو نقوم وزيد فضلك ونقوموا باستيراد البيض، معليش نفتحوا الباب للاستيراد، السعر تاعو ما راهوش يقيس في الخارج. راني قلت لك تكلفة الإنتاج ارتفعت، بعض المواد وصلت إلى 40% في أوروبا زيادات. احنا اعتمدنا على الاستيراد. درك باش أسعار دولية صح. باش نقدروا نصلحوا هذه المنظومة، رانا نشوفوا درك الحمد لله بداوا بعض المصانع لإنتاج البيض والدواجن، بدينا نسمعوا إنتاج مليون دجاجة شهرياً، ولكن نتمنى أنه يتعمم في كل الولايات باش نحققوا الاكتفاء الذاتي، لأنه العامين تاع الكوفيد عطاونا درس. صحيح. العالم شوف انغلق على نفسه فيما يخص اللقاحات وايضا فيما يخص المواد الاستهلاكيه. صح. الصين وحدها بك استحوذت تقريبا 80% على الحصه تاع الصوجة المنتجه في البرازيل والموجهه الى تعليف يعني الاعلاف الحيوانات. شرات كامل السوق صح نشفاو. شرات السوق كامل لانه تعليف الحيوانات راه اكثر من مليار ونص نسمه. حنا كنا نستوردوا يعني في الدواجن باش تفهم الناس، ايوا الدواجن كنا نستوردوا كل شيء حتى الفلوس الصغير يقوموا باستيراده نعم من الخارج يعني فيما يخص بعض الحل هنا السي سفيان. شوف الحل العام الماضي قلنا السنه الاقتصاديه بامتياز. صحيح. عام 2023 راك تشوف المتغيرات اللي راهي موجوده، فتح باب الاستثمار امام الفلاحين وفك كل العراقيل. راني قلت لك رانا نهضروا من امر الواقع. رانا شفنا يعني مصانع، مصنع في بويره، مصنع في بسكره، مصنع هذا انتاجيه ينتج يعني مذابح كبرى يعني لانتاج البيض والدواجن، يعني يخدموا هذاك البيض اللي فيه مده الصلاحيه بان تفهموا، لانه القطاع هذا 80% نتاع القطاع يعملوا بطريقه غير قانونيه، يعني مش مصرحين من الغدوه يقدر يحبس وما عندك حتى احصائيه. بدات يعني الامور تتمشى لانه لازم نعتمدوا على انفسنا في الغذاء، يعني الاكتفاء الذاتي في الغذاء. نقولوا الصحراء اللي ارتفعت ولكن توجهوا نحو الاستثمار نحو حماية الفلاح. احنا كمنظمة للدفاع حمايتك عن المستهلك ندعم الفلاح لأن الفلاح هو الحلقة المثلى في المجتمع، يعني ممكن تلقى اللباس المشرب تركب ولكن الغذاء نتاعك إذا ما كنتش تنتج انت ما وش راح يعني نعم. تقدر ازمه راك شفت يعني ازمه كل دول غلقت ما كان يعني لا بواخر ما كان السلع تدخل وعليه راه اللي كيما رانا نشوفوا يعني النظام الاجتماعي الجديد يعني صب المنح. صحيح رانا كنا جزائريين دوك انا كي راح نكملوا من الحصه وانت تكمل راح نخرجوا الاسواق كيف كيف رانا نتوجهوا نعلم هذا جليا ولكن الحل الامثل هو انه نعتمدوا على انفسنا وعلى قدراتنا الانتاجيه في الجزائر. راك تشوف البطاطا تعمل 25 30 35 دينار منذ اشهر كانت 150 دينار. صحيحة صحيح صحيح. الفائض وين راح يروح؟ الصناعات التحويليه هل كانت عندنا صناعات تحويليه مقبل؟ الفائض يا نخزنوه يا نقوموا بتحويل تاعو. ذكرتي شيء مهم شهر رمضان الكريم اسعار اللحوم سبحان الله لحم العجل الحق 2500 دينار. اللحم يعني تاع كيما نقولوا تاع الخروف 1800 2000 دينار جزائري. معليش انا وانت بالك ما نحتاجوش البروتينات بصح حتى الاطفال في مرحله النمو بحاجه الى البروتين. طبعا طبعا كاين الكبار ثاني مرض
نعم، احنا لما كنا نشوفه كان كل شيء يستورد، كنا نجيبه من البرازيل، ولكن في الظروف الاستثنائية تاع شهر رمضان أعطيت التراخيص باستيراد اللحوم في شهر رمضان. طيب. على الأقل يكون متوفر وسقفوا له السعر نتاعه. اوكي. السعر تاع اللحوم المستوردة سعرها مسقف، يعني فوق الألف دينار يعني بشوية برك، ولازم ينباع وحده ما يتخلطش عليه، باه نتفاداو تاع يبيع لك اللحم المستورد مع اللحم المحلي. المحلي صحيح. إلى ظل إيجاد حلول فيما يخص تربية الأبقار، لأنه والله شوف أنا قلت لك المواطن البسيط موش بحاجة لكل هذا الأخر، ولكن حاولوا نبسطوا على الأقل كاين بعض المفاهيم اللي طيب. تكون غايبة. طيب، ومفهوم المقاطعة ربما بين ختمه، هل المواطن اليوم لازم عليه يدير مقاطعة؟ لأنه شوفوا مواقع التواصل الاجتماعي أشتاق عالبيض خليه يفقس، أشتاق نعم. هذه الأمور، هل هذه المقاطعة قادرة تجيب حل من قبل المواطن؟ شوف، المقاطعة في بعض المنتجات ممكن. طيب. صح، لقيت درك أنا دخلت لقيت يعني بارفان عطر، لقيت السعر نتاعو ضعفوا 3000 ولا 6000 ولا 6000 ولا 12، ما نشريهش. عطر يعني اللي ماشي حاجة. قل لي أنت مواطن جزائري غدوة يبدا يقاطع الحليب. محال. قل لي، لأنه المعادلة ما تقدرش تطبقها في كل يعني المجالات. صحيح. مهم. تقدر تقاطع ربما أمور واحدة أخرى، قلت لك اللباس ربما منتوج يعني كمالي. البنان كي الحق 800 دينار، أنا واحد الناس رحت شحال 800 خليه عندك. ما زعجتش الناس بزاف لأنه كماليات. عندي البديل، ما نشريهش ب 800، ما نشريهش ب 400، ما نشريهش ب 500، خليه عندك. بعض المواد، الخبز. سبحان الله، أني قلت لك 50 مليون خبزة، رانا من أكبر المجتمعات استهلاكا لمادة الخبز في العالم، رانا مكلاسين مع الأولين. يعني معروفين الجزائريين بالخبزة. قل لي دوكا جزائري قلوا قطع الخبز. امبوسيبل. ما نشريش. محال. خاصة في رمضان بكل أنواع. فهمتش حبيت نقول لك، ولا تقاطع عدة منتجات. حتى البيض محال يقاطعوه يعني. ما تقدريش لأنه العنصر الوحيد الرخيص تاع البروتين. لا سورس دو بروتين راك تشوف أنت في المدارس. إيه. الطفل يعني انا جو بريفير يعني نختار انه الطفل ياخذ بيضه مسلوقه وما ياخذش يعني الشيبس والشوكولا وياخذ تلك اللي غاتو، لانه حبه نتاع البيض راهي رايحه تعطيه البروتين الاملاح المعدنيه، يعني راهي هذا الشيء زادت ارتفعت. وزيد رانا في موسم الشتاء، وقلت لك القطاع لازم القطاع نتاع تشوف تربيه التواجد، القطاع الفلاحي يعني القطاعات الاساسيه في انتاج الغذاء في الجزائر لازم تؤطر. الحمد لله فيما يخص العجائن بدل المصنع عندنا 10، ارتفعت الاسعار سيفري، سميه الطعام كنا نشروه ب 100 دينار دوكا ب 170 160 150 صحيح. لانه ترفع الدعم على انتاج هذه الماده. علاش؟ باش نحولوا ماده الفارينه للخبز. فهمتني واش حبيت نقول لك؟ لانه كاين بعض المواد اساسيه، وراك شفت قانون المضاربه صح. شوف فقط برك في الحليب، سبحان الله يعني اللونيل يعني تنتج الغبرة الحليب اسمها نكفيوز شعوب، سبحان الله يعني قسمة استهلاك تاع 80 مليون فرد ماشي 45 مليون. قانون المضاربة، وعليه قلت لك المقاطعة ما تقدرش تطبقها مس كامل المواد الغذائية فوالا، ولكن طيب. لازم نكونوا أيضا احنا كجزائريين دوك ماشي السلعة كي تكون ناقصة المزابل أعزكم الله، رانا جزائريين نحكوا مع بعضنا نفهموا روحتينا. أكيد أعزكم الله، المزابل مليئة، تلقى سبحان الله يشري لك البطاطا كي كانت 15 دينار يشري 5-6 كيلو ويخليها تفسد ويرميها. الخبز كي راه 10 دينار تلقى أعزكم الله مرمي، الحمد لله دوك ولا يترفد ويوجه إلى المواشي، ولكن هذا 400 مليون دولار تتوجه الأمور أخرى يعني اللي ممكن أن نحتاجوها. ويبقى ايضا ترشيد النفقات طبعاً. ونامل ان شاء الله، احنا شوف احنا دورنا ماشي التبرير جهه على جهه، باش نكونوا واضحين ولا تعرفني يعني باش نكون صريح نعم. ولكن بعض المفاهيم لازم توصل للمواطن. اخواننا المغتربين، ها كل جزائري عنده في العائله واحد مغترب طبعا، يا فاميلتو يا جارو اكيد، اخويا اتصلوا بهم هنا الدوله يعني اللي رانا عندنا بزاف فيها، اتصلوا معهم وقل له تما دوك اللي يقول لك صح الاجور والمستوى المعيشي والخلط هذاك، لا احنا لو كان تشوف الاجر تاعنا مع الانفاق وتقارنه باجر واحد اخر مع الانفاق تقدر تلقاهم كيف كيف. نحكي لك اقتصاديا دوك تخلص 1000 اورو لهي، صحيح تخلص 1000 اورو، شحال راك تخلص البنزين، شحال راك تخلص الكراء، شحال راك الحمد لله على نعمة هذا الوطن. احنا راهي الناس راهي تجي للجزائر، جاليات عربيه راهي يجوا للجزائر
لما يركب الطاكسي بالسعر هذاك يقول لك راه منخفض، لما يروح المحطة الوقود انا مانيش حاب نقول لك يعني من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. ما راناش هنا باش نقولوا للناس يعني لا لا، بصح راني نقول لك انا يجوك جاليات عربية يجي يقول لك شوف سعر الدواء منخفض، يركب في الطاكسي يقول لك مقارنة بينا منخفض، يروح يتوجه لكش مطعم ولا يتوجه للسوق يقول لك راوليك منخفض. ما يش حاب نجبد بعض الدول اللي راهي عايشة أزمة قريبة يعني. علينا صح يا ودي أزمة 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 يعني. علاش قلت لك دور الإعلام؟ دور الإعلام يعني راكم يعني كسلطة رابعة دوركم مهم. احنا ماش نقول للناس خلي وراي الزيادات وصرف، رانا كنا رانا نتمشى ورانا نصرفوا، ولكن هي أزمة عالمية أثرت علينا. تخيل انت غدوة يرفعوا الدعم، غدوة الخبزات تروح تشريها بسعرها الحقيقي، شكارة انت الحليب تروح تشريها ب 80 دينار، البنزين تخلصوا ب 150 دينار، يعني بعض الامور. وزيد اللحم باك بلي اللحم راه مدعوم لانه الشعير اللي ياكلوا راه مخلص يعني اموال الدعم ويتخلص 3000 دينار اوليو 600 دينار. خلاص القول ربي يجيب الخير ان شاء الله. لا ان شاء الله رمضان ان شاء الله يكون بردا وسلاما ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. تعاون ترجع معنا حتما اللي حتى نتناولوا هذا الموضوع من جانب اخر ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله يا رب. شكرا لك سفيان الواسع. نعم شكرا. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام مباشرة بعد هذا الفاصل لنعود، ابقوا معنا. ما هو قادم؟ نعم. صح. وما هو حاضر في الاستوديو؟ ما هو حاضر في الصالون؟ مدينة أفلو وجبل عمور، هذه المنطقة اللي راح تحتضن واحد الأيام ولا واحد المهرجان خلينا نقولوا لخص إحدى الفنون اللي نحبوها كثيرا في الجزائر ألا وهو فن المسرح. حاضر معنا كريم عبودي. مرحبا يا معبودي، ترحب بك جنة. لاباس؟ صباح لاباس خير. الحمد لله يا رب. من جيتنا من أفلو. جيت من أفلو. مرحبا. مهرجان أفلو، ليالي أفلو، نعم. أيام جبل العمور الوطنية للمسرح. نعم، حدثنا قليلا عن هذه التظاهرة الثقافية. أيام جبل العمور الوطنية للمسرح الحدث الجلل أو قضية الحياة في الموت كما نقولها أنا. الحدث اللي راح يحيي المسرح اللي مات من 2004 ما كانش حدث مسرحي في المنطقة. في المنطقة ما كانش حدث مسرحي، كاين جفاف والله نقدروا نقولوا بلي انعدام مسرح. والمثل يقول لك أعطيني مسرح نعطيك شعبا وعي. سيتادير احنا كي درنا هذا ليفانمو وقدمنا الملف لوزارة الثقافة وجبنا الرعاية السامية من وزارة الثقافة، رانا راح نحيو في في شيء عظيم. أكيد. علاه مسرح؟ علاه مش فن واحد آخر؟ بس كل مسرح حقاني قدام قريب للشعب يعني حبي يقول قريب للشعب. صح صح. حقاني المسرح حقاني، يعني يقول مش فن تشكيلي نجيب أنا طابلو، نجيب طابلو نرسمه في الدار ولا ما على باليش، ونروح للكشجان والله عنده يحب الرسم والله نقول له بلي شوف شراني رسم مين المسرح راك سيرسان راك فلاسان ايشو ايه راهم قدامك ما كانش غلطه تغلط ما درنا والو صحيح. يبقى وعلى حسب المقوله اللي نقولها انا بزاف، المسرح دين دين من لا دين له. هذه اللي خلتني نافونسي في هذا اللي ندير هذا الحدث ندير هذا الحدث. وش راح يكون فيها طيب ايام المسرح؟ ايام جبل العمور الوطنيه المسرح الحدث الرئيسي عروض مسرحيه. جميل. ورشات تكوينيه، ندوات ومحاضرات تتعلق بالمسرح. كاين واحد الافعال افعال ثقافيه مرافقه للمهرجان الا كاين حمله تشجير. ممتاز. حمله تشجير حمله تشجير وكاين حمله تنظيف عامه تخص كاع الاحياء في افلو. كاين الحدث المرافق والمهم مشروع حلم. طيب. المشرف تاعو الاستاذ مختار حسين معسكر، هذا مشروع حلم راح يكون مرافق للمهرجان وراح يكون تكون كاينه مور المهرجان، مهرجان كاتشو ربع ايام والله راح يكون ولاد مشروع حلم. شيء يمكن كي نقولوا مهرجان اكيد تكون كاينه لجنه تحكيم ويكون كاين مسابقات، على واش ركزتوا في هذا المجال؟ اغلب المهرجانات اللي شفتهم هنا في الجزائر يدخلوا فيهم لجنه التحكيم. طيب. لجنه التحكيم في الغرب اوروبا والله لي فيستيفال اللي يديروهم اغلب لي فيستيفال ما كانش لجنه التحكيم.
الناس قفلوا قفلوا. اسكو في مهرجان تاعكم فيه لجنه تحكيم؟ ما فيش لا ما فيش. طيب نعم. مجرد عروض يعني ماشي مسابقه، عروض الناس تمتع وتفرج. الناس ممتاز. الناس جايه على جال الفن. عروض حقانيه. الناس تخدم مسرح على جال المسرح. ممتاز. اي ماشي على جال حاجه. هي رساله فقط توجهها للسكان. أيوة. كريم لما نقولوا لما نقولوا مهرجان وايام تاع مسرح وراح تكون عروض حتما، هل العروض تخص فقط ربما فرق مشاركه من مدينه افيو ولا في مسارح جهويه اللي راح تكون حاضره؟ هي طبيعة الحال أيام ولا نقدر نقولوا باللي مهرجان وطني. جميل. راح يكونوا عروض من كل مدرس. ولايات لكانوا سبع عروض يكونوا سبع ولايات، لكانوا ست عروض يكونوا ست ولايات. مخصصين للكبار أدولت، وكاين عروض للصغار ثاني. كاين عروض ترفيهية للصغار. طيب. مشروع حلم راح يكون للصغار. ممتاز. الأطفال اللي يقرأوا في الابتدائي شغل باه نتابعوهم مسرحيا. وكاين وتولي عنده هذه الموهبه ربما ويولي فنان في المسرح. ما مور المهرجان يبقى انتريسي ويبقى يخدم في المسرح. يطلع النيفو تاعو سكولار، يولي يجيب لي موايا باسكو الريزلتا تاع مشروع حلم اللي داروه في معسكر كانت ريزلتا مليحه بزاف. كاين دي زونفو كانوا يجيبوا لي موايا ناقص، ولاو يجيبوا لي موايا. ملا مشروع حلم راح يكون ان شاء الله في السيبار. ان شاء الله يا رب. نقول لكاميرتك ها هي، تفضل بندائك، تفضل برسالتك، رانا في الاستماع. أيام جبل العمر الوطنية للمسرح مسؤولية الجميع من الصغير إلى الكبير، خاصة في مدينة أفلو. مسؤولية من رئيس البلدية حتى آخر عنقود في مدينة أفلو، آخر واحد في النسم. أنا مجرد منسم محافظ مهرجان، لكني من رجال خفاء. أنا نكون طريق. كل واحد عنده اهتمام بالمسرح، يحب المدينة. مدينة للحياة بالحب. مسؤوليته ومسؤولية الرجل الأول في الولاية اللي هو السيد ولي ولاية الأقواط. باسكو حنا جبنا الرعاية تاع الرعاية السامية للوزارة، بغيتنا الرعاية المحلية، يعني الرعاية المحلية سيد الوالي. جميل. باسكو صرت لي اكسبيريونس في أضرار ليالي مسرح الصحراء الدولية. مهرجان كان دولي عالمي، ما كانش مجرد مهرجان، كان مونديال مسرحي. نعم. طيب حضروا كل الدول. حضروا من كل الدول. الوالي تاع أضرار مين حضر ودار الرعاية تاعو وتكفل بكلش. نتمنى تصرى لك نفس الشيء. نتمنى يعني الموعد كما هي والله خير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله باسكو الولات اللي راهم دوكا راهم يتحركوا. صحيح. نتمنوا النجاح لهذه التظاهرات الثقافيه. نتمنوا النجاح كذلك للناس اللي تكون حاضره، ويكون عندنا كذلك عوده التظاهرات الثقافيه ماشي غير في المسرح ولكن كل الفنون تكون حاضره في مدينه افلو باذن الله. سي كريم معشش تبيا كي قلتي معشش رشراش دونك درت شي بلاج وحدي تبيا. ها نديم هنا واش درنا كما قلنا درنا لهنا لابا تاعنا اللي درنا فيها 3 كيلات فرينه، حبابيب، شويه لافاني، شويه قرصه تاع الملح، درنا فيها كذلك نص كاس تاع زيت، ورميناها مليح بالمزهر حتى تحصلوا على الجينات تكون لازم ناشفه. باش لا انا خاطر راح نديرها في سكرفاج، راح نديرها في لاماشين نورمال، نديرها شويه طريه نخليها تريح، ومن بعد واش ندير؟ ندير مقله فيها الزيت تقعد لازم تولي سخونه، نبدا نسكرفاج هذيك لاباط تاعنا. هي تنقله ما نحيها هذيك لاباط، نحطها دون زان ريسيبيون لازم نشفها مليح من الزيت، نضيف لها لهنا كميه حلو الترك، ونضيف لها كميه المكسرات، ونلمها غير بالعسل، نديرها دون زان مول هكايا. انا درتها دون زان مول هكذايا كيما هذايا. نديروا ان بابي كويس ولا ساشي ولا واش عندك موجود في البيت، نخليها دوكا لازم تنشف لي، ومن بعد نقطعها ديكارو. واش هي حلوه؟ ها حلوه بيان سور. دوك نقول لك على تخطيطك حلوه، لانه حنا عندنا واحد الحلاوه حاضره في المطبخ في الصاله عند صالح، نروح نلتحق بهم ونعاود نرجع لك. ربي يخليك. نروح عند صالح. تفضل صالح. نعم تفضلي. دائما يوم الخميس نحبوا نخدموكم، نحبوا نقدموا لكم خدمات المختصين اللي يحضروا معنا ويحضروا خدمه لكم يا ناس يا طيبين. بعد القانون خلينا نطرقوا لكل ما هو اسري واجتماعي، الاستشارات الاسريه.
استشارات اسريه وصلت وتحقق الوقت نتاعها، وحتى رسائلكم وصلونا مشاهدينا الكرام، اكيد مش انا راح نجاوب عليهم، هذه الاستشارات راح تجاوب عليهم الاخصائيه الاجتماعيه تاعنا والاسريه العزيزه على قلبي جدا صوفيا الزدامي. اهلا. صباح الجمال والورد والمحبه والحنانه والرقه. حبيبتي ربي يخليك ربي يسترك ان شاء الله. شكرا. مرحبا. مرحبا بك. لاباس؟ ربي يبارك فيك ان شاء الله. رسائل عديدة توصلنا عبر تطبيق الواتساب، وحتما نستقبل مكالماتكم عبر الرقم اللي تعرفوه. أول ربما استشارة ممكن تقدميها لنا عن سيدة متزوجة، لحقتنا هذا الاستشارة في البرنامج، تقول أنه سيدة متزوجة وعندها 5 أبناء. الله يبارك. ومنذ أيام مؤخرا اكتشفت أنه الزوج تاعها في على تطبيق الفايبر والماسنجر والأمور هذيك عنده دردشات ومكالمات ومحادثات مع نساء اخريات. طيب اليوم يتقول لنا بلي حنطرطق، ما عرفتش واش ندير. فيا صوفيا رجاء نصحيني، واش ممكن ندير؟ من صالح تفضلي. هذا السؤال البارح واحد 12 سؤال نفس هذا الشيء للاسف الشديد جوستومون، وهذا كله تاثير مواقع التواصل الاجتماعي. على بالك حنا اللي ناقصنا التواصل، الحوار، هذا هو اللي ناقصنا. ما نهضروش، كل واحد يخبي في قلبه. سي بوغ سا ما عندناش هذاك التواصل بيناتنا. خاصنا الراجل غير يكبر ولاده وكاع يحس وكانه غير مرغوب فيه، والمراه كذلك تحس وانها غير مرغوب فيها. خلاص المهم كبرتي كبر ولادك فوالا، ما نحسوش. وهذا كله صالح هي مفاهيم. مفهوم تاعي انا في العلاقه الزوجيه سي كوا، وهذا هو الشيء اللي لازم نعرفه. مفهوم الزوج للعلاقة الزوجية سيكوا، ومفهوم المرأة وشنو هي. قدر هذه المرأة مفهومها إلى العلاقة الزوجية أنه راجل يغير عليها، ولا دائما يقولها كلمات حب، وهذا الراجل مفهومه للعلاقة الزوجية غير ذلك، هو أنه يقضي وأنه يجيب وأنه يحافظ على أولاده وبيته. هنا المفاهيم تختلف. هنا هذه المرأة تشوف بلي أنه هذا الزوج ما يحبهاش في مفهومها، والزوج اذا كانت هذه المراه ما تقدرش واش هو يدير، يقول ان هذه الزوجه ما تحبنيش وما راهيش طيتني. حنا نقولوا مفرحتني في الهضره. الى بلو باغ تاع الرجال يقول لك انا مرتي في الهضره ما تفرحنيش. ما تقصرش، خلاص راح هذاك الوقت، ما عندناش وقت لعمرنا. هو ما مدلهاش الرغبه في الهضره. جوستومون فوالا، سي لا ميم شوز. سي لا ميم شوز زهره، فوالا. ما مدلهاش انت ما تعطينيش واش راني محتاجه. كيفاش حبيت انا نمدلك واش راني محتاجه؟ دوك نتكلموا عليها هذه. مين نجاوبوا هذه السيده باسكو كاين سيدات بزاف اللي راهم يعانوا من هذا. انا نقول نتبع، هي ماشي مليح اني نتبع وراه ونشوف واش راه يشوف، ولا نتبع ولا نشوف تليفون واش عيطوا له ما عيطولوش. بصح حنايا نحبوا نبسطوا. الوغ بما انني اكتشفت راهو خير ليا، اكتشافي هذاك نحوس نعرف اسكو هاد العلاقات عابره مجرد كلام وخلاص. قادر نقول لك انا نغمض عيني عليها. وي زهرة، نغمض عيني عليها، لأنها قادر تكون عابرة وتمر مرور الكرام وخلاص راح ينساها. ولكن إذا فاتت مجرد كلام هكا عادي تعتبر صح راهو في علاقة حقيقية مع أي إنسان ولا مع مجموعة باغ إكزومبل من الناس، هنا لازم ندق ناقوس الخاطر. هنا أول حاجة نقوم بها هي توتافي نورمال، فيها العياط فيها مي انا نتعلم اني نجيبه قدامي وعندي بالدليل، يعني يهضر شغل رانا في المحكمه بالدليل. ما يقوليش انت راكي تخيلي وانت راكي هكا وانت غيوره وانت لا اني بدليلي اني قدامك. ها واش درت ما عندكش وين تهرب. نحكمتك. ها واش درت لازم المواجهه. نعم. كاين وين لازم لي اني نواجهك باللي اني عرفت واش راك دير. أعطيني مبرراتك لهذا الشيء. كاين الرجال اللي نهار تكشفوا ما يدافعش، يدير الهجوم. إيه ومن بعد؟ هذه اللي واعره. فوالا. اسكو هي جاهزه لهاي جوستومون. هنا المرأة لازم باسكو حنا المرأة ما نكذبوش على بعضنا، راهي في موقف الضعيف. ألوغ تشوف اسكو هذا الإنسان دائما في وقت مهاجم ولا مدافع؟ شغل أنا أنستاد. مهاجم ولا مدافع يعني نهضر، ولا مهاجم يا خويا صالح ما عنديش واش ندير. انا نقول لك
ما نكذبوش على بعضنا، ما نقولكش حوار كما يقولوها، نو كاين وين امور باش نحافظ على بيتي وبلي جي عليا اني نسكت ونغمها. اه صعيب شي، وهذا اخطر شي، وعلى بالك هذاك الانسان حتعيش حيه وهي ميته، حيه وهي ميته، ولكن راح يجي الوقت كيفاش اني نقدر نجيب ناس لاهل حكمه، ناس كبار اللي ممكن يتكلموا معاه ولا يواجهوه ولا يهضروا معاه، ممكن هذاك الانسان يعدل عن نعم. اي قرار راح يديره. وربما في يوم من الايام هاد الابناء هما اللي يردوا لها الاعتبار، ليها ويردوا لها، هما اللي يرجعوا لها هذا الاعتبار. خلينا نستقبل مكالمه راح يكون فيه تدخل ونقاش اخر مع هذه المكالمه. صباح الخير، مرحبا. الو صباح الخير، اهلا بك. اهلا بك خويا لاباس؟ الحمد لله، سؤال عليك. الحمد لله، تفضلي. معك الاخت شاهينه من بليده. مرحبا. الاخت شاهينه من بليده. مرحبا بك، تفضلي شاهينه. الله يسلمك، واش راكم؟ معكم ملاح في الصهر؟ الحمد لله. تفضلي صوفيا في الاسماء، تفضلي بسؤال. بس ندخل حاجه صغيره برك فيما يخص هذا الموضوع. اي موضوع؟ باعتبار احنا ثاني الاخت بعدنا بزاف على سلوكات في الدين، على الصلاه، على القران، ساعدنا بزاف خصوصا الفترات الاخيره. نعم. وتصيب اكثر الخيانات يكونوا السن متاخر، ماشي سن هكا نقولوا صغير ولا تصيبهم في الستينات مع للاسف. فخصوصا دوك راه الاربعينات تعرف تصيبوا، يعرف يسير، يعرف تصيب، دخلت التربيه، دخلت السلوك، دخلت العائله. نعم. دخلت فيها بزاف سوالح. سيدي سيتوبلي، سؤالك من فضلك. نعم، سؤالك لصوفيا. راهي انا سؤالي، لا انا سؤالي ما عرفتش، الابناء تاعي راهم مقبلين ان شاء الله على فتره الامتحانات وفي ضغط الوقت راه ضيق، عندي شهاده البكالوريا، عندي واحد متوسطه. ربي ينجحهم. مع الايامات هادو ماذا بيا تنصحنا وما كيفاش نديرو ان بروغرام هكا نبروغراميوهم. نعم. الوقت ضيق، الدراسه ولات كل نهار كامل، ولا غير لقينا شويه دي ديفيكولتي مالغري انني استاذه يعني في التعليم. الله يبارك. صح باش نجير ولادنا صعيب الشيء. صح. شكرا لك. شكرا لك. هذا هي الاستاذه اللي تفضل ان شاء الله. شكرا لك. الحمد لله لي راكم بخير استاذ. شكرا. الله يسلمك. شكرا. 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 الله يسلمك. ربي يخليك. صح هذا الشيء، اساتذه يربوا ابناء الشعب وابناء المجتمع، ولكن لما صح في ولادهم يجي صعيب. صعيبه بزاف جوستومون. اداره الوقت صالح، عند كاين اولويات، نعرفوا برك اولوياتنا. قال لك القرايه نهار كامل، القرايه ماشي نهار كامل. هذه ما كاش منها نهار قرايه نهار كامل، امبوسيبل. اي انسان صغير ولا كبير يستوعب كي يقرا نهار كامل؟ امبوسيبل. كل الاحصائيات وكل المختصين يقول لك انه القرايه عندها وقت معين، ما نقراش نهار كامل. عندي الفتره الصباحيه والفتره المسائيه، كاين اللي ما يحبش يقرا في الصباح، يحب يقرا في الليل، وكل واحد واختياراته. ونقسم الصباح كاين مواد الحفظ باسكو نقدروا ناسيميليو مع الصباح، الراس يكون ناشط، والحشي فوالا، والحشيه رياضيات وفيزياء، هذوك المواد اللي تحتاج الى تحليل وتحتاج الى تركيز اكثر فوالا. وماشي كل يوم جوستومون، هذه كل اهل ما يقولوش ولادهم غير يشوفوا روح تقرا روح تقرا. عرف دير في بالك بلي ماهوش رايح يقرا، ماهوش رايح اصلا يركز واش قرا. الوغ اعطوا لهم وقت معين، ساعتين يا سيدي الصباح وساعتين الحشية، يلعب يبوجي يدير أشياء أخرى باش ما يحش روحه بلي راهو مخنوق، حتى ولو عنده يعني حيجوز البياف ولو حيجوز امتحانات رسمية، امتحانات رسمية يحس روحه بلي ما راهوش داير مجهود فوق الطاقة تاعه فوالا، باش ما يرتاح نفسيا وعقليا. نعم. فيما يخص إدارة الوقت، يعني كيفاش دير الوقت نتاعها؟ قالت لك وقتها هي ولا الوقت اللي مع أولادها، وقت ولا وقتها يعني في حياتها؟ قالت لك ما عادش نلقى الوقت. الوقت في الحياة كأي شيء باش نكون عنده قاعدة هي الأولوية، كل حاجة نبداو بها، واش هو المهم والأهم في نهاري. نعم. وندير الشيء الأهم قبل المهم ونقسموا على اساس اليوم تاعي. ما نقدروش كل واحد واش عنده الوقت المعين تاعو اللي يكون في الدار ولا يكون مع ولاده، وهو يدير الوقت الاهم هو دائما مع بدايه اليوم تاعو، ومن بعد نروحوا للمهم للعاجل ومن بعد الغير عاجل. هي المراه في الدار هي اللي تعرف كيفاش تقسم وقتها بين اولادها وبين عمل البيت وبين عملها ثاني. سي بور سا ما نقدروش نمدوا حاجه جلوبال لكل واحد. طيب. يعني كل واحد يعرف كيفاش يبدا باولوياته وبالحاجه الاهم قبل المهم. واضح.
نستقبلوا دائما مكالماتكم وكذلك تدخلاتكم عبر تطبيق الواتساب. كانت ربما عندك سؤال زهرة، لأنه أنا كان لحقني سؤال على سيدة مخرج من الموضوع كامل. روحوا الآن لعلاقات الاجتماعية والأسرية خاصة. صوفيا إصدامي فيها سيدة وأخت كانت راسلتني وقالت لي أنه هي 15 سنة زواج هكذا، والله عز وجل ما رزقهمش بالبنين، هي والزوج تاعها. قالت لك انا انسانه مؤمنه وصابره وقرات ويعني جامعيه وعندها شهادات، يعني خلينا نقولوا التكوين تاعها في راسها راهي واعيه بقضاء الله وقدره. ولكن قالت لك الزوج تاعي مع خاوته لما نروحوا في اللمات العائليه ويشوف هذاك الشيء مباشره لما ندخلوا للبيت دائما ما يصرى مشكل. ما نش نتكلموا على الاولاد ولا، ولكن يصرى مشكل على اي سبب كان. ونحس وجاز الوقت وحست انه راهو دائما من خلال هذاك الشيء اللي راهو حاصره ربما مختلف على خاوته وعلى الاسره ديالو. كيفاش تسير هذه الفتره ديالها؟ صعيبه صالح خويا باش نسيروا مواقف كيما هادو. انا شفناهم 20 سنه ماشي 15 سنه ومن بعد ربي حن عليهم وجابوا اولاد. يسمى رحمه ربي ما نقطعوهاش حنايا، ما نقدروش نعرفوا قادر هذه الانسانه قادر تدير اي قرار ويكون في غير صالحها، وقادر عام موراها تولي حامل تولي لبس عليها. ما نقطعوش رحمة ربي كما قلت. هذه الإنسانة مؤمنة وعلى بالك كي تكون ناقصتنا شيء معين خاصة الأولاد. ربي يرزق كل مؤمن إن شاء الله. كي تكون ناقصتنا حاجة نولو حساسين فوق اللازم، وأي شيء يصرى نولو نقولوا إيه على جل هذاك الشيء وعلى جل كيشاف الدراري. وقادر هذاك الإنسان لو كان ما يحبهاش ما يصبرش معاها 15 سنة كاملة، هو ناقصه نعمة نعمة في هذه الحياة. صح. وربي عنده حكمة في كلش دارو توتافي نورمال، على باله علاه لقاهم وعلاه ما طالهمش دراري في هذه الفترة بالذات. أنا نقولها هذيك الحساسية الزائدة ماشي لازم نحسوا بها. أي شيء يقابلنا نقعد مع الطرف الآخر ونتكلم معه، يا وليد الناس إلا عندك رغبة كبيرة أنك تجيب الدراري، قلت لك مؤمنة ومثقفة وواعية تقدر تعاود حياتك، إلا قدرت أنها تقولها تقدر تعاود حياتك. نقدروا نجيبوا ونربيوا، كاين دوكا ناس مساكنة ومحتاجين كفالة محتاجين تربية، نروحوا نجيبوا واحد نربيه وندخلوا به للجنة. كاين أمور كثيرة اللي نقدروا نديروها، وشنو لازم نتناقشوا ونتواصلوا. موافقين على هذا الشيء نقوموا بالخطوة. بصح إلا أنا ساكتة باش ما نجرحش الطرف الآخر والطرف الآخر ساكت باش ما يجرحنيش، ما نكملوش الحياة هكاك. بالعكس خلافات راح تزيد تزيد تزيد، وكل واحد يشوف أن الطرف الآخر ما راحش فهمه. ألوغ نقطة نظام تحبسه وتتكلمي مع هذا الإنسان مع زوجك وتشوفوا حل، ما هيش مشكلة، حل لهذه النعمة اللي راكم فيها لنعمة أخرى راي تسنى فيكم. هذه هي هذا مكان قاعدة برك سهلة سهل. إيه سهلوها هذا مكان. نقعد نخمم كيف يحس ويخمم كيف ينحس، أبو صبح نكملو أبو صبح يحس وش يحس. اكزاكتلي جميل. إيه. جميل. هذه هي مكالمة عن زهور فيها رسالة على الواتساب زهرة. نعم. لو تفضلي. أنا نحب العلاقات الزوجية. معليش على كل حال السيدة هذه تقول أنه سؤال الأخت صوفيا، عندي بنتي ما تقراش، درت لها كل شيء دروس خصوصية قريتها في الدار بصح ما لقيتش نتيجة، راهي مهبلتني هكذا كتبت لي. وهي تقرا سنة ثانية متوسط. هذا لحقنا على الواتساب. سنة ثانية متوسط صالح. يلا. قول دركا لادوليسونس المراهقة راهي تجي قبل الوقت. بالوقت صح. عبك 10 سنين يتبدا المراهقة دركا، ماشي كما كنا بكري 16 سنة تلقى شوية دخل خلق. شوية كنا نوايا ماشي كما الوقت تاع دركا فاطنين تمتم عندهم المراهقة اللي قبل الوقت. الخلل دائما كي يكون مشكل نبحث أين الخلل. اسكو في طريقتي أنا بدأت خاد الإنسانة ما راهيش قاع محتاسة محتاجة دروس خصوصية، نشوف اين هو الخلل في بنتي صوفيا. احنا باش ما بيكونش عندنا خلل مع المشاهدين تاعنا. متصله هي تتصل بنا على المباشر. صباح الخير. مرحبا. الو صباح الخير. اهلا تفضلي. صباح النور. اهلا. الو صباح الخير. تفضلي. صباح النور. انا في الاستماع. تفضلي. اخت زهرة صباح النور. صباح الفل والياسمين. اهلا. صباح النور اخ صالح. مرحبا بك سيداتي. صوفيا شوفي انا مشاهده وفي لكم نبغيكم نموت عليكم. يعني احنا تاني نبغى. وهذا الموضوع بالذات انا راني فيه اني عايشه معاه. تفضلي بسؤالك. راهي سيده صوفيا تسمع فيك. تفضلي. صح.
انا زوجي اكتشفته 3 مرات 4 مرات قليله زعما، وصل لدرجه زعما يفليكس يبعث لهم الدراهم في المطار جريمه. وكاين هضر معايا يهاجمني. يهاجمك كيما كانت تقول اخت صوفيا برك، يهاجمني بالرغم اللي هو عارف روحه غلط طايبه العظمي ويلحق لدرجه زعما يبغي يضربني. ايه هجومي دوك نفيدوك نفيدوك بطريقه. نعم واش هي سؤالك بصح؟ هذه المشكله وسؤالك. سؤالي زعما نحوس كيفاش تتعامل مع هذا؟ كيفاش تتعامل؟ من كثر ما كل مره نفضحه كل مره نفضحه زعما كرهت. واضح واضح واضح. شكرا لك، شكرا لك سيدي. انا ام لاربعه اطفال ثانويه حتى الابتدائي. ربي يحفظهم يفرحك بهم ان شاء الله. عيب. شكرا لك. ولا غير عيب صالح. نفس الموضوع. عيب تاع الصح. وهادو مواقع التواصل الاجتماعي شغل تخاو درك راهو شيخ كبير. هذيك الحكايه تاع الطفل اللي قال واحد موقع من مواقع التواصل بدون ذكر اسمه قال لوليدو يقولوا لي بلي راك تبع في هذا الموقع بالك نحيه. بعد واحد النهار صاحبو شيخ ورى له كيفاش يطلع لابليكاسيون كي طلع قال ولا غير مليح هذا الموقع هذه ولا يشوف فيها عجبو ولا هو يشوف فيه شيخ. انا نشوفو شيوخ كبار راهم قاعد جوستومون شي مؤسف جدا صوفيا. هو الشيخ الكبير مؤسف جدا وداكور وي والبنات الصغار اللي راهم يعني يخليو في ديار النساء يعني واحده على بالها بلي راجل متزوج يعني انا نسكت دو بريفيرونس تفضلي. نعم نعم هذه ظاهره جديده. كنا بكري حتى ولو تكون هذه المراه كبيره وفاتت سن الزواج وتقول لك انا ما نخربش دار. نعم. على بالك درك البنات الصغار هادو كي راهي تسقسيهم سمعي راك راجل متزوج تقول لك واش على بالي به انا المهم يصرف عليا ولا المهم ولكن نعم. ما نعموش زهره اقليه كاين بنات الفاميليا ما شاء الله في الجزائر. نعم. هذه اقليه قليله واللي راهم يتبعوا فيهم. نعم. هاد الناس احنا واش ندرسوا دركا صالح اللي مادا بيا نديروها واش يخلي هذاك الراجل ولا ديك المراه باسكو ما منسى ثاني راهم. نعم. راهم على مواقع التواصل الاجتماعي وخفيه ويتكلموا مع ناس واحد اخرين. سي سا سما لازم ندق نقص الخطر. واش اللي يخلي هذاك الانسان ينفصل عن هذه الاسره ويروح لمواقع التواصل الاجتماعي؟ واش لقى في هذيك المحادثه؟ شفتي نقص التواصل. نعم. هذا اول شيء نقص التواصل، نقص هذيك القصه الحلوه، هذاك الضحك اللي كان بكري بلا تليفون. الانسان الانسانه هذه لو يتكلم معاها واش راهي تقول له؟ واش هي تهضر معاه؟ واش هي الطريقه اللي جابتها له باش حبباته انه ينفصل عقليا واجتماعيا ونفسيا عن هذه الاسره؟ واش ماهوش يلقى في هذه الاسره باش يروح؟ كاين اللي سي ان فيس عنده هاد لو فيس تاعو اللي ينفصل هو يحب هاد الشيء. وكاين اللي شيء معين لو مونك التواصل هذا اللي ما كاش في الاسره هو اللي يخليه انه يروح يتجه الى مواقع التواصل الاجتماعي انه يقوم بهاد الاعمال هذه. وكاين صالح اللي حبينا نفهموها للمشاهدات مشاهدتنا الكرام اللي حبينا نفهموها كاين كيما قلت لك تكون علاقة عابرة مجرد هضرة يحب ان باستون يحب يعقب الوقت برك. وكل الاسئلة اللي وردتنا في صباح الشروق في نفس السياق ربما في سؤال اخر زهرة قلت لك انا البارح يا ان بروبليم وي يا ان بروبليم فوالا هذه اللي لازم دق ناقوس الخطر عليها ولازم نتكلموا عليها كثير باش الناس تفهم كيفاش تتصرف في مواقف مثل هذه. وزان سؤال اخر ربما حنعطيك سؤال. نعم. اذا السلام عليكم. عندي سؤال. زوجي كبير عليا ب 11 سنه وهو انسان صامت ما يهدرش كامل وانا نطلب منه اهتمام وهو يشوف في طالبي تافه ولازم نكبر وانا زي ما يقول انت دراري وانا ضرني تصرف بزاف حاسه روحي غير حاجه من حوايج دار حبه طريقه نقدر انا حبه طريقه كيفاش تتعامل معاه من فضلك يعني حبه تثير اهتمام الزوج تاعها تثير اهتمام. شوفي ديجا اصلا في العلاقه الزوجيه كي يكون عدم توافق يا في السن يا في الدين يا في المستوى الاجتماعي المعيشي دائما يكون خلل. ما دائما حنا نقولوا للمراه انت اللي لازم تطلعي للمستوى تاع هذا الزوج باسكو الرجال قوامون على النساء. جامي يقولوا للراجل لا انت اللي تهبط بما فضل بعضهم على بعض. لازم نكملوا لازم نكملوا الشطر الثاني. الوغ دائما حنا المراه مسكينه
هي اللي صالح. هاني شوف هاني سمع غير مع المراه. دائما المراه مسكينه هي اللي كشغل نطولها نحملوها ما لا تطيق. بلي انت اللي ديري هكا، انت اللي وجدي روحك، انت اللي سقمي روحك، انت بويسك ما كيش مسقمه روحك، هو اللي يروح بدلي لا كولور دي انت على ما تبدلش لا كولور، على ما تبدلش لبستك. نعم سي سا. دائما المراه هي اللي تحمل كاع هاد الزمام الامور باش برك تعجب هذا الرجل وباش تكون في مستواه. نعم. مالغري تو سا المراه ربي كذلك قومها بحنانتها وحبها وعطفها، وقال الجنه تحت اقدام الامهات ما قالش تحت اقدام الرجال. نعم. فضلناهم رجالا ولكن اعطينا الجنه كهديه لهذه المراه. نعم. هذا ديجا ان نشوفوا نعمه وفخر كبير لهذه المراه. وحنا هذا الموضوع حنخصوا له نهار بالذات وخصوا فيه كما يجب. شكرا لك صوفيا. جسمها الوقت قصير وفغير الدوماج. عندي اهداء. يعطيك الصحة. تفضلي صوفيا على اهداءنا. نحب الفاصل نعاودوا نرجعوا لك صوفيا. نعم. إذا نحب الفاصل إشهاري مشاهدينا الكرام ونعاودوا عندك اهداء صوفيا. تفضلي تفضلي. خبيا. قبل الفاصل. الوغ عندي وليد خالتي اللي راح الزواج تاعو غدا ان شاء الله. عائلة سوداني بشلف، نقول له مبروك عليك الزواج وان شاء الله عام الفرح والسعادة عليك عائلة سوداني وعائلة كبان. ربي يبارك فيكم إن شاء الله والعقوبة للدرية الصالحة. أمين. ومبروك عليكم إن شاء الله يا رب. ألف مبروك عليكم كامل. إذا مشاهدينا الكرام أنا وصالح نقول لكم نحب فترة إشهري ولا نعود يلا فق. أهلا صباح الخير زهرة، واش رأيك؟ لاباس صالح؟ صباح الخير لاباس. تكلموا على الثقافة. أنا شريف علي شريف. يشوف الماتش. احنا راح نروحوا سريعا لأنه اليوم لازم نديروا الكويز. حبيت نلعب سيخ هذه الفقرة نحبها معكم. يلا نبداو كالعادة بالأجندة الثقافية حتى نحطوا المشاهد في الصورة. نبداو بمعرض الصناعات الحرفية اللي راح يتواصل حتى غاية الثاني من مارس كما رانا نشوفوا في الصورة، ليضم مجموعة من الحرفيين. يلا نزيدوا محطة أخرى وموعد ثقافي آخر للأطفال، موعد مع عالم البهلوان فرقة الموجة الزرقاء الجزائر العاصمة بقاعة الأطلس يوم الجمعة 3 فيفري أكيد على الساعة مانيش نشوف زهرة الساعة الثالثة زوال. يلا نزيد نجيب وعجيب الجمعة 3 فيفري جمعية سمير للثقافة والفنون بباتنا بقاعة أحمد باي بقسنطينة كذلك على الساعة الثالثة. يلا نزيدوا موعد اخر الساحر عم وليد كذلك على في يوم الجمعه كذلك على الساعه الثالثه الجمعيه الثقافيه اشبال ب على ما اظن سطيف ولا خراطه لا خراطه. يلا نزيدوا موعد ثقافي اخر. سينما. هذا هو البروغرام تاع السينما اللي راهو بقاعة أحمد باي، لكن راح تختتم فعاليته اليوم بمجموعة من العروض السينمائية كما نشوفوا أفاتار لو شابوتي دو و لو غوايوم دي زيتوال كلها أعمال سينمائية. I wanna dance with somebody لا بيوغرافي تاع ويلي هيوستن باردون من أجمل الأفلام السينمائية. هذا هو البرنامج اللي راهو بقاعة أحمد باي بالقسنطينة. يلا نروحوا إلى أخبارنا الثقافية. معرض آخر هذا دائما للحرف والصناعات التقليدية كما نشوفوا مجموعة من الحرفيين راح يلتقوا حتى يقدمون إبداعاتهم في هذا المجال. نبدأ بأول موعد ثقافي كيت ميدلتون. صالح نقولوا برك يعطينا الصورة حتى نتحدثوا عليها. قدمت عمل رائع، عمل سينمائي عبارة عن فيلم قصير من نوع الأنيميشن. الشيء اللي تتحدث فيه وهنا نقولوا أنه هذا هو التأثير الحقيقي. تهدر على أهمية ال5 سنوات الأولى في حياة أي طفل من الولادة حتى ال5 سنوات، وقالت لك هذه التشكيلة هي اللي تصنع شخصية الطفل ولازم على الوالدين أنهم ياخذوا دورات قالت لك في مجال تربية الأطفال حتى أنهم يقدروا يعطونا طفل سليم ونقدروا أننا نستثمروا فيه في الحياة الشخصية، لأننا اليوم متوجهين نحو الاستثمار في العنصر البشري. نشوفوا كبار الدول راهي تستثمر في هذا الشيء. هذا الفيلم القصير راح يكون في جميع قاعات السينما بداية من هذا الجمعة، السينما العالمية بعرض هو الفيلم فيه 90 دقيقة 90 ثانية أقول نروح نشوفه راجعين مشاهدينا. يلا إن شاء الله لما نشوفه قريبا في دور السينما الجزائرية. جميل. يلا نروح للكويز أكيد نلعبوا شوية. نقولوا للمخرج يعطينا أول مقطع ونخلوا صالح وسارة ويلا خلوا المرة الجاية. وش رأيك؟ حبيت لو كان ديرو ها وحدة ديروا وحدة معليش زور ديروا وحدة هاي عطينا
ديسبونيبل، ولكن في دار الناس اللي حابه تحضر النهائي في بيان انه التذكره راح تكون مجانيه بمناسبه نهائي بطوله افريقيا للمحليين بملعب نيلسون مانديلا ببراق. ما شريتش راني حاصلها، كملوا ختموا لي شريتي. نديم راه يكمل بك في اخر روتو. شنو عندك واش كاين معشش بجاوي؟ ها معشش معشش انا البجاويه ولا المعشش ولا نوقا؟ كل واحد واش عايز. نوقا احنا في النوقا باسكو زينا اوكي. وهذا تعجين تاع جبانه اللي درتي لنا نديم، دونك شوف شيفه كيفاه بيان. دونك دوك نديم راح يفصل لكم في لي ديتاي. وهذا درنا ان كيك سالي اللي يقدر يكون كمقبله. نديم متهبل نادي ما بوكش، قالوا لي كي تدوق منه تقدر تشري تذكره. دوق اللي باش تولي. نعم تفضل. تفضل تفضل نادين. اول حق الشيف تفضل. نعم مرحبا. الله يسلمك. لهنا المقبله درنا الحساء تاع البواكاسي اللي درناه صوصوج اللي جاب بزاف من الجزء. راني هنا تفضل انت نادين. الله يسلمك. والله مرحبا فيكم. درنا ان كيك صالي اللي درنا لهنا بالخضر، درنا لاباصه وجلبانه، درنا طاجين جلبانه، ودرنا النوكا. النوكا واش بصالح؟ رائعة وخفيفة. نعم وفي ندوق النوكا تجينا ثقيلة أو ما جيابسة. هذه ما جيابسة بزاف ولكن هذه خفيفة بزاف والله. مانيفيك. كنا مكسيناها بسنينه تاع الثوم، ان بوكي غارني اللي فيه الحشيش، ملح فلفل الكحل العكري وراس الحانوت. قلينا مليح الخضر تاعنا بعد ما رقناهم. كي نعرفوا حنا لهنا ما نضيفولهاش العجائن زعما كيما حنا نقولوا فيرميسال ولا شي حاجه، خاطر نعرفوا بلي البوكاسي يطلق الب تاعو. كي طاب دخلت له طياب الاخر، ضفنا له ملعقه طماطم مصبره غلات غليه زوج، وضفنا له لهنايا الحشيش. مكسيتي والو؟ ما مكسينا والو. تري بيان. لو كيك سالي جادور، سي ان تخيك كو جام بوكو. قلنا اذا كان عندك اي اضافه ولا حاجه حاب توصيهم عليها ما يديروهاش ولا؟ نورمالمون شوف الجلبانه لازم كي يكون بوك كي نديروها قلنا نديروها كميه تاع السكر باش طيب لنا. نعم ولا طيب لنا مليح، ولا كيما حنا نقولوا ممكن نمرقوها ما نمرقوهاش ما بارد، كي نمرقوا نمرقوا بالماء سخون باش طيب لنا الجلبانه تاعنا، خاطر سينو تتقرسل كيما حنا نقولوا ومن بعد ما طيب لناش. تري تري بيان. نعم نادي انت الحاجه اللي ديرها هنايا تنجح فيها ما شاء الله. فسي حول حدت لي الصفحه هذه باش تطلع الموقع تذكيراتي. اذا بالك من نجح فيها. نعم اذا زهور نقول لك شكرا لك، شكرا لكل الفريق الصحفي اللي عمل على هذا البرنامج. موفق يعطيك الصحه. ميرسي بوكو صالح. شكرا لتقديم معك. شكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا قليله الاسبوع. شكرا للطاقم التقني على راسهم المخرج ياسين بن عوده، وكذلك شكرا للطاقم الصحفي والاعداد على راسهم رئيس التحرير زهور غربي. أو على خير مشاهدينا الكرام. مع السلامة.